حصل. ايه المواضيع بتاعتنا النهارده؟ الناس اللي معاها الكتاب ممكن طبعا تبقى تبص على الكتاب، كتاب نظامه عامل ازاي؟ الكتاب بص هو نظامه عباره عن المحاضره بتبقى على شكل السبوره، يعني كل سبوره بناخدها تبقى موجوده عندك ومترقمه، مترقمه ازاي؟ يعني مثلا اول سبوره هناخدها مكتوب عليها سيشن 1 على 1، واخر سبوره في محاضره النهارده سيشن 1 على 4. هيسال 1 الاولاني ده بيبقى رقم المحاضره، وايه الرقم اللي بعده ده؟ ده رقم السبوره دي في المحاضره، وبكتب كلمه لاست دايما كان باخر سبوره، بحيث لو انت يعني بترقم تبقى عارف دي اخر حاجه خدناها في السيشن دي عشان تقدر ان شاء الله تذاكرها. فالناس اللي اونلاين انا بعت لكم الكتب لحد ما تستلموا الكتب مطبوعه لما تنوروني ان شاء الله، او حد من طرفكم ينورني، فانا بعت لكم كتب PDFات وبعت لكم بالترتيب، يعني هتلاقوا بالترتيب ده هو نفس الترتيب اللي هنشرح بيه ان شاء الله باذن الله. هتلاقوا عندكم البي دي اف اللي فيها السبورات مترقمه، تمام؟ طيب وايه كمان؟ هتلاقوا عندكم بي دي اف ثانيه بعد السبورات على طول اللي انا بعتها لكم فيها الشرح، تمام؟ طبعا مست بي دي اف ان هي بالالوان، فهتلاقوا برده البي دي افات اللي فيها الشرح برده وصلت لحضراتكم. البي دي افات دي المفروض النهارده، فريت لو حابين تعملوا لها داونلود اكون شاكر جدا. فانتوا هتلاقوا دايما الماتيريال بتاعتنا عباره عن كتاب سبورات وكتاب شرح. طب كم كتاب؟ ثلاث كتب، كتاب سبورات رقم 1، كتاب سبورات رقم 2، كتاب سبورات رقم 3، كتاب شرح 1، كتاب شرح 2، كتاب شرح 3، كتاب معمل. كيف احد برضو الزملاء قال لي طب انا عايز كتاب سيسكو ان شاء الله النهارده بالليل، وانا برفع لكم اللينك بتاعت المحاضره اللي جايه وبرفع لكم التسجيل بتاع المحاضره دي، ابعت لكم برضو كتاب سيسكو لو حد حابب ان هو يقرا فيه. بس يعني الموضوع ايه ممكن يكون تقيل شويه، ليه؟ كتاب سيسكو 2000 صفحه، فلو فيك نفس انك تقرا 2000 صفحه تبقى بطل. انا ملخصهم لك في 200 صفحه، 200 وحته بسيطه. فانا قصدي ان الكورس بتاعنا لو انت ذاكرت اللي احنا بناخده بس ده كفايه جدا جدا، لكن لو حابب تقرا اللي بالكمبيوتر بتاع سيسكو ده برضو لو عندك وقت مش هيخسر. بس عايز نصيحتي في السي سي ان اي بالذات انجز، يعني الكتاب البسيط بتاعنا دوت، وفي السي سي ان بي بقى بالمرجع. انا كده كده اصلا لو انت هتحضر معايا سي سي ان بي بديك انا مرجع اصلا كبير زي بتاع سيسكو كده، حاجه بتاع ايه 300 400 صفحه 500 صفحه عشان خاطر هواه الاحتراف. طيب هنتكلم في ايه النهارده؟ النهارده عندنا خمس نقاط كلها تدور حول تعريف كلمه نتورك. يعني اول بوينت هنبدا عليها وده حسب برضو الاجنده، معلش اوري الناس الاجنده، يعني بتبقى في صفحه كده في الاول مكتوب فيها الاجنده، تمام؟ فدي نقط الاجنده. ماشي، فاحنا مواضيعنا النهارده ايه في سيشن 1؟ عايزين نتكلم على النتورك، ديفينيشن تعريف كلمه شبكه، وطول المحاضره قاعدين بندرس تفاصيل التعريف دوت. طيب هندرس ايه يعني عشان خاطر نقدر نعرف التعريف بشكل كويس؟ عايزين ندرس يا ترى النتورك مهمه ليه؟ نتورك امبورتنس. عايزين ندرس كمان يا ترى النتورك مكوناتها ايه؟ عايزين نعرف عشان نركب اجهزه في النتورك يا ترى ايه هي طرق التوصيل المختلفه؟ واخيرا ايه انواع النتوركس؟ فاحنا دي الاجنده بتاعتنا النهارده، تعريف كلمه شبكه، اهميه الشبكه، مما تتكون الشبكه، كلمه topologies طرق التوصيل المختلفه للشبكه، ثم ننهي بانواع الشبكه. انواع الشبكه اهي نتورك تايبس اللي هي السبوره الاخيره دي، يمكن تعتبر اسهل سبوره، يعني ما بتاخدش 3 دقائق 5 دقائق بكتير بنكون مخلصين. بس تعالى نبدا بتعريف كلمه شبكه. فبسم الله توكلنا على الله، سيشن 1 سبوره رقم 1. اتمنى يا رب ان شاء الله يكون عندك الصبر اشوف نفس الناس دي بالظبط كده مع سيشن 30 على 4، اخر محاضره هتبقى 4 سبورات والكورس كله 30 محاضره، فاتمنى اشوف نفس الشكل الجميل اللي قدامي دوت. ناس كده لسه عندها ايه لحظه امل، انت الامل راح فين؟ انا حاسك عمر مكتئب النهارده، انت جاي مكتئب من اول محاضره في لسه 30. فاتمنى اشوفك بقى 30 على 4 لاست موجود معايا قدامي، وبصحه وعافيه ان شاء الله دايما كلكم. طيب هنبدا بمين؟ تعريف كلمه نتورك. ماشي، يعني ايه كلمه نتورك؟ النتورك
هي عبارة عن group of components. حلو، يعني هيطلع النتورك هي عبارة عن مجموعة مكونات. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله عندنا فقرة كاملة هي تعتبر فقرة نصيب الأسد في محاضرة النهاردة، بتحكي عن النتورك كومبوننتس، الحتة اللي في النص دي، مما تتكون الشبكات المعلومات اللي هندرسها في الكورس بتاعنا. طيب مالها بقى الكومبوننتس دي؟ مش هنسيبهم طايرين في الهواء، هنربطهم مع بعض ازاي؟ that are connected together. يعني الكومبوننتس دي هيتم ربطهم مع بعض ازاي؟ هناخد النهارده ان شاء الله حاجه اسمها التوبولوجيز. وايه التوبولوجيز دي؟ طرق الربط، طرق التوصيل. واحلى حاجه في الشبكات انها عامله زي الرياضيات، بمعنى 1+1=2. يعني مش هتلاقي لو احنا خدنا طريقه فجاه اخترعوا كده ايه طريقه مختلفه بشكل كبير، هتلاقي دايما حتى لو في طريقه تم اختراعها في المستقبل هي مشتقه من حاجه كانت موجوده من الطرق القديمه. فاحنا هناخد طرق التوصيل لحد 2021. طيب هنعمل ايه بقى بالكومبوننتس دي لما نوصلها مع بعض؟ يطلع الهدف من الكلام ده ان احنا to provide، ناخد من ورا الموضوع ده a service، يعني ناخد من ورا الموضوع ده خدمه. وابوس ايدك صبع صبع، الاهم من الشبكات اللغات. يعني ايه؟ يعني في بعض الكلمات كده لو نطقتها غلط في وسط الانترفيو مهما كنت خبير شبكات بالسلامه انت مش هتتقبل. بمعنى من اشهر الكلمات اللي ياما ضيعت ابطال كلمه سيرفيس. ليه؟ المصريين ينطقونها السيرفيس، او بعض المصريين ينطقونها سيرفيس. يعني يقول له النتورك ات از جروب اوف كومبوننتس ذات ار كونكتد توجذر تو بروفايد ا سيرفيس. بس الانترفيور بص هيعدي لك كل دي، في تلوث سمعي حصل. بص هو مش غلط لان احنا مصريين، دي نطقنا المصريين. وعلى فكره لو جبت واحد مثلا انجليزي ينطق عربي هيقعد يقول مكسر، لو جبت فرنساوي ينطق انجليزي هتلاقيه برضه بيقول مضحضح. بس في الاخر ايه؟ هو في الانترفيو عايز ينقي، عايز ساعات يتلكك. فهو عدى لك ات از جروب، معناها ايه ات از جروب؟ اوف كومبوننتس، عدى لك كومبوننتس دي خالص. تمام؟ ذات، ما هي ذات مش ذات. كونكتد توجذر، مفيش حاجه اسمها توجذر، توجذر تفرق. تو بروفايد برضه ما اسمهاش بروفايد بس هيعديها. كلمه سيرفيس دي اتقالت انتهى الموضوع. ليه بقى؟ بالظبط، هو عارف انك انت لو قلت سيرفيس دلوقتي وهي اصلا سيرفيس، لما هتيجي قدام عميل هتقول له احنا في شركتنا بنقدم لك احسن سيرفيس، احسن السيرفيسز، واتقالت كلمه زي كده قدام عميل، العميل ده قفل خلاص. وعشان كده ارجوك راعي بس ان اللغات اهم من الشبكات في مجالنا. انت لو عندك مشكله في بعض النطق ممكن تترفض فعلا في الانترفيو، ففرق ما بين فيه والفه. ازاي؟ ديف، يعني ما اسمعش حد يقول كلمه سيفن اب، لا سيفن اب دي مش معانا خالص. بص اقول لك حاجه، هي كلمه مصريه سيفن بس هي مش كلمه انجليزيه. فانت في وسط انترفيو تقول له انا عايز اشرب سيفن، دي باظت. بلاش تقول كلمه فيزا، فيزا دي مش موجوده في تاريخنا اللي هي فيزا. فتقول له انا بالفيزا كارد بتاعي اشتريت الامتحان. انا لما بسمع ساعات بقول لك ايه، انا كنت مره مرتبط وفكيت مع الارتباط دي بسبب ان هي بتقول كلمه فيزا. ما مش بهرج والله العظيم بهرج. في الاخر ايه، اول ما سمعت الجمله دي مره لا يا رب ما تكونش كده، ويا رب ما تكونش كده. بعدين سمعت ايه، انت هتحاسب الفيزا تاني مره؟ لا. ثالث مره قلت له بص احنا لازم نقطع علاقتنا ببعض، يعني الموضوع ايه مش هينفع يكمل. فالقصد دي فيزا. فيعني الموضوع مش بس موضوع اتش ار وانترفيو، كان موجود برضه يعني حد يبقى موجود في حياتك لكن انت قررت ان هو يخرج من حياتك بسبب بس ايه نطق بسيط للكلمه بسيطه. بص يعني ممكن يكون في عندنا بيغلطوا الغلطات دي بس نصلحها بقى من دلوقتي. صلح دي بي، الحاجه البي ما تنطقش بي. ليه؟ لان الفرق ما بين البي والبي عند الاجانب زي الفرق ما بين الاس والتي، يعني اكنك بتقول ايه ات از جروب، فهو كانك حطيت حرف اس او حرف تي بدل بي، فده بالنسبه له حرف مختلف. فما انكرش ان انا زيك مصري وهغلط على فكره في وسط الكورس، وهقول مصطلحات بشكل غلط، وهقول حاجات ممكن بلاك مش مظبوطه، بس اللي انا عارف ان هو صح بحاول ان انا انبهك ليه. يعني انا عارف ان السيرفيس صح فاقولها لك، ممكن تلاقي مثلا بنطق كلمه مثلا بريوريتي غلط فمتعود معلش عليه، بس عارف ايه مقبوله بريوريتي برضه. تمام. طيب مين كمان؟ ذا مش ذا، فتوجذر مش توجذر مثلا، او ذا مش س يعني مش توجسر. تمام. ثينكينج مش ثينكينج، تفرق كتير. طيب نشيل بقى الحاجات دي، بس حاول بقى وانت ماشي لو عندك مشكله في الانجليزي اول درس تعلمه ذا ذا 7 7 7 طول ما انت ماشي 7 7 5 5 5 فيزا، فيزا دي اهم حته، اهم حاجه عندي. طيب المهم يبقى النتورك هي عباره عن جروب اوف كومبوننتس ذات ار كونكتد توجذر تو بروفايد ا سيرفيس. هنقسم الموضوع ده لثلاث مقاطع. ان النتورك هي عباره عن كومبوننتس
موجودة معنا في الأجندة بتاعت النهاردة connected together، ودي عبارة عن التوبولوجيز اللي هنشرحها النهاردة to provide a service، وهي السيرفيس اللي هي الخدمات اللي ممكن ناخدها من وراء الشبكات. وعلي تعالى بقى نخش على طول في صلب الموضوع، ألا وهو إن إحنا عايزين نشوف يا ترى الشبكة دي هتخدمنا بأني خدمة، يعني عايزين نشوف مع بعض إيه هي النتورك سيرفيسز، أو نقول النتورك امبورتنس، الشبكة تهمنا في إيه. طيب بص بقى يا سيدي، عايز أوضح لك برضو إن إحنا هنشتغل على أي نوع من أنواع الشبكات اللي في الكورس. هي شبكات مش التليفونات ولا شبكات المحمول، شبكات المعلومات، بمعنى شبكات انواعها كتير، شبكات ري، شبكات صرف، شبكات كهرباء، في شبكات كتير قوي. وفي شبكات جوه المجال بتاعنا بس برضه بعيد عن الكورس، زي شبكه التليفونات. اللي هي ايه شبكه التليفونات؟ تليفون ده كومبوننت، عايز اكلم تليفون ارضي ده كومبوننت، في النص في سويتشات دي كومبوننتس. مالهم بقى الكومبوننتس دي؟ كونكتد توجذر، مربوطه مع بعضيها. طب وايه السيرفيس اللي هناخدها؟ تليفون نتورك، ان احنا نعمل شبكه تليفونات البشر يقدروا يتكلموا بعض فيها. بس للاسف الشبكه دي اصبحت حاليا ليجاسي. يعني ايه كلمه ليجاسي؟ ليجاسي نتورك، ليجاسي تكنولوجي، يعني تراث. بمعنى ايه تراث؟ ما بقاش حد خلاص بيشتغل بيها، ولو حد اشتغل بيها هيشتغل وهيخسر. وعلى فكره الشركه المصريه للاتصالات كانت قبل ما تبقى ويب بتحقق خسائر مليار و2 مليار جنيه مصري في السنه. طب وجايه منين الخسائر دي؟ ان هي شغاله في حاجه ما هياش موضه، ان هي شغاله في شبكه تليفونات تصرف على الشبكه دي وما حدش بيستخدمها. كم واحد فينا كان بيستخدم التليفون الارضي بقى لنا فتره طويله؟ ما حدش. احنا كل استخدامنا دلوقتي الخط الارضي كخط عشان نطلع بيه على الانترنت، لكن انا اعمل اتصال ارضي ما كل دلوقتي معاه موبايلات، كله معاه اجهزه لاسلكيه. وعشان كده كان تطور الشبكه دي شبكه التليفونات المحموله، ان يبقى عندك كومبوننت وكومبوننت موبايلات، بي تي اسات. ايه البي تي اسات دي؟ دي محطات محمول كونكتد توجذر وايرلس او واير، عشان خاطر في الاخر نقدر ناخد خدمه. ايه هي الخدمه؟ موبايل نتورك. طيب موبايل نتورك انا قصدي بيها الاجيال القديمه من شبكه المعلومات، شبكه الموبايلات 2G و3G اللي اصبحت برضو بالنسبه لنا ليجاسي. بمعنى احنا مش هنشرح في الكورس لا الشبكه التراثيه بتاعه التليفونات الارضي ولا الشبكه التراثيه بتاعه ال 2G وال 4G، نشرح حاجات الاحدث. اشمعنى؟ عشان هو الكورس محدث سنه 2020 بما موجود في 2020. يعني موجود في 2020 ايه؟ 4G و 5G، موجود في 2020 شبكه معلومات وشبكه انترنت. وعليه الكورس بتاعنا هيتحدث عن اي شبكه؟ هيتحدث عن تلك الشبكه، اي شبكه؟ اللي الشبكه اللي فيها كمبيوتر وماله؟ عايز يوصل ويكلم كمبيوتر. طيب وفي النص؟ في النص لازم نحط شويه كومبوننتس. هيطلع زي حاجه اسمها هب، هيطلع زي حاجه اسمها راوتر، دي الكومبوننتس بتاعت شبكه المعلومات، حاجه زي سويتش ودي الرموز بتاعت الحاجات دي. وهنعمل ايه في الكومبوننتس دي؟ هنكونكت ذم توجذر ونقدر ناخد من ورا الكلام ده السيرفيس. ايه السيرفيس اللي هناخدها؟ سيرفيس داتا نتورك. يعني ايه داتا نتورك؟ نقل معلومات، نقل ملفات، نقل بيانات. وعليه فعلا النتورك اللي احنا عايزين نحكي عن اهميتها كانت اول فايده ليها، وده كان بسبب اختراع من الجيش الامريكاني، هو اللي اخترع الشبكه دي، ان الشبكه دي تسهل لنا عمليه الشيرنج، ايزي شيرنج يعني سهوله تبادل المعلومات والملفات والبيانات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر كان هدف الجيش الامريكاني لما عمل الشبكه دي سنه 1960، من زمان قوي، ان في الاخر يبقى في كمبيوتر عليه ملفات تبع الجيش الامريكاني وكمبيوتر تاني يستلم الملفات دي، كمبيوتر عليه معلومات في الجيش الامريكاني وكمبيوتر يستلم معلومات دي، كمبيوتر عليه بيانات وكمبيوتر تاني يقدر يستلم تلك البيانات. هذا كان الهدف الاساسي من عمل تلك الشبكه، نقل داتا، داتا نتورك. وكان برضو في هدف تاني، ان لو في اجهزه غاليه شويه في الجيش الامريكاني، بدل ما كذا مثلا كذا كتيبه تبقى كل كتيبه عندها الجهاز ده، يبقى ممكن جهاز شيرد ما بين كذا كتيبه من كتائب الجيش الامريكاني، شيرنج اوف اكسبنسيف ريسورسز. يعني لو في حاجه غاليه في الجيش، ريسورس يعني ريسورس ديفايسز غاليه، ممكن من خلال النتورك نخلي بدل ما هنجيب لكل مثلا قائد في الكتيبه جهاز، نجيب لكل الكتيبه جهاز مثلا واحد من الاجهزه دي ويشيروا فيه، بحيث نوفر تكاليف. ماشي، بس في الاخر ده كلام قديم، انا معاك ان ده كلام قديم. ليه بقى؟ لان في التسعينات بدات تخش خدمات ثانيه على الشبكه اللي احنا هنحكيها في الكورس. الشبكه دي بدات من سرعتها العاليه تنقل صوت
ازاي يعني؟ يعني بدات الشبكه دي هي كانت اساسا داتا نتورك، يقول لك هي مش الشبكه دي سرعتها عاليه. طب الصوت ده مش هو مش محتاج سرعه عاليه؟ الصوت مش محتاج سرعات عاليه. طيب ما تمشيه في نفس الشارع مع الداتا، يعني شوارع الداتا واسعه، ما نمشي صوت مع داتا وماله. فعلا اصبحت هناك خدمه الفويس عبر شبكه المعلومات، يعني هي نفس البنيه التحتيه، هي نفس الهب، نفس الراوتر، نفس السويتش، بشيله داتا وكمان ممكن واحد يعمل مكالمات صوتيه. طيب ما هو طالما ممكن نعمل فويس، طب احنا ممكن نبعت فيديو. حصل ان اصبحنا ممكن نستخدم الشبكه دي كمان عشان مش بس ننقل صوت، احنا نقدر ننقل فيديو، سواء فيديو مسجل او فيديو لايف. طب ما هو كده ما ينفعش بقى يفضل اسمها داتا نتورك. حصل ايه؟ ان في التسعينات قرروا ان هم يغيروا اسم الشبكه من اسم انها داتا نتورك الى اسم جديد سموها انتجريتد نتورك. يعني ايه كلمه انتجريتد نتورك؟ الشبكه المتكامله فيها ايه؟ نقل داتا، شوارعها تقدر تنقل فويس، شوارع الشبكه دي تقدر تنقل كمان في نفس الوقت فيديو، فسموها انتجريتد نتورك. وبدات برضو في التسعينات تزدهر شبكه الانترنت. يعني بدا يبقى ايه؟ ناس كتيره بتخش وتستخدم الشبكه دي، مش بس الجيش الامريكاني، مش بس الشركات. فاصبحت الشبكه دي كان لازم يسموها بقى باسم احدث. سموها ايه؟ سموها في اسم مع اواخر التسعينات واوائل الالفينات سموها الانترنت بروتوكول نتورك. يعني نتورك يعني شبكه. يعني ايه كلمه انترنت بروتوكول؟ الشبكه التي تتبع دستور الانترنت. كلمه بروتوكول معناها قواعد، معناها دستور. طب هو الانترنت ليه دستور؟ هناخد الدستور بتاعه كامل. ازاي؟ ما على فكره الكتاب اللي معاك ده كله هو كتاب لشرح دستور الانترنت. اسمه ايه الدستور ده؟ اسمه التي سي بي اي بي موديل. ده الدستور. اي بي نتورك. يعني كلمه انترنت بروتوكول هي اختصار، اختصارها اي بي نتورك. فكلمه اي بي ده عباره عن ايه؟ عن قواعد، دستور. واحنا ان شاء الله في اول 10 محاضرات نشرح ايه الدستور اللي ماشي عليه الاجهزه. طب وليه دستور؟ ما هو الجهاز ده مصنعه شركه، والجهاز ده ممكن تصنعه شركه ثانيه، والجهاز ده ممكن تصنعه شركه ثالثه، والجهاز ده ممكن تصنعه شركه رابعه. ايه اللي يحكم انهم يتواصلوا مع بعض؟ ان يبقى في دستور موحد. وايه هو الدستور الموحد؟ اي بي. اسمه كده دستور الاي بي، انترنت بروتوكول، قواعد الانترنت. فاصبح الاسم الجديد للشبكه دي انترنت بروتوكول. وعشان كده هستاذنك ان احنا هنضيف كلمه اي بي لكلمه نتورك في الكورس بتاعنا. اي بي لكلمه نتورك في الكورس بتاعنا. فلما حد يقول لك ايه الاي بي نتورك، قول له يعني شبكه المعلومات اللي بدات تتحط فيها خدمات ثانيه. زي ايه الخدمات؟ زي ايه الحاجات اللي خلتها اهم شويه؟ الفويس والفيديو وغيره. بمعنى لما حد يقول لك فويس اوفر اي بي، يعني ايه فويس اوفر اي بي؟ تقول الفويس اوفر اي بي ان احنا نقدر نبعت الصوت اوفر على شبكه المعلومات بنفس البنيه التحتيه اللي هي نفس هوبات وراوترات وسويتشات وكابلات اللي بتفهم شبكه المعلومات. لما حد يقول لك طب يعني ايه اي بي تي في؟ اي بي تي في ده تلفزيون، بس التلفزيون ده يقدر يركب على شبكه المعلومات، ينقل اشاره التلفزيون على شبكه المعلومات. يقول لك اي بي كاميرا. لما حد يقول لك يعني ايه اي بي كاميرا، تقول له اي بي كاميرا معناها ايه؟ كاميرا تقدر تتربط بشبكه المعلومات، يعني تربط بشبكه من الاخر الانترنت لو عايز تبسطها بشكل اكبر لحد ما نوصل ان شاء الله لتفسير كلمه اي بي نتورك شبكه معلومات. يعني لان انا عايز ابهرك بقى النهارده ازاي. اول سبوره بقى فرصتي، عايز اقول لك ان مش بس نقل المعلومات والفويس والفيديو بقى موجود دلوقتي في شبكتنا، لا دلوقتي في شبكتنا بقى في نقل حواس الانسان كلها. ازاي؟ الانسان عنده 5 حواس اساسيه، سمع وبصر. وانت شفت ازاي دول ممكن يتنقلوا على الشبكه؟ انا ممكن اكلمك، ممكن تشوفني اهو زوم، ناس بتشوفني. طب ما كده فويس وفيديو، الدنيا شغاله اهي. لكن في بقى حاجات انت ما جربتهاش لسه وهتنبهر انك انت تعرفها قبل ما غيرك يعرف. يعني انتظر قريبا شركه ابل هتنزل، بدل ما تقول انا هزود كاميرا رابعه في الايفون اكس ماكس 17 مش عارف اس، لا هتلاقيها ان هي بتقول لك انا هزود خدمه نقل الروائح عبر الموبايل الايفون. ايه نقل الروائح ده؟ قريبا ستشاهد ابل ان هي اللي واخده الفكره دي بشكل حصري من تقنيه يابانيه، ان احنا نعمل سميل اوفر اي بي. يعني بقى سميل اوفر اي بي؟ نقل الرائحه عبر شبكه المعلومات. رائحه ايه يا جدع؟ تعالى احكي لك واوضح لك وانت هتلاقي في الاخر ايه. طب والله تنفع يعني مع الفكره دي الموضوع ممكن ينفع. ينفع ايه بالظبط؟ بص بقى، عالم ياباني هبعت لك الفيديو بتاعه دلوقتي، يعني الجماعه بتوع الصبح قلت لهم استنوا لغايه لما تيجي الفقره دي بالليل عشان الناس بس تفهم انا هبعت لكم ايه على الجروب. هبعتها لكم حالا دلوقتي اول ما نخلص السبوره دي. عالم ياباني اخترع فكره فيها لو واحد حاطط برفان. البرفان ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه كيميكلز متطايره، ومناخير الانسان الثاني
عباره عن سنسور بيقدر ان هو يشم الريحه دي ويقول حلوه وحشه شجري اناناس تفاح لافندر ياسمين. تعرف انت تحلل الكلام ده؟ قال لك طب حلو، بدل ما انسان يحلل الكلام ده انا هجيب الكترونيك نوز فيها سنسور تاخد الريحه شويه الكيميكالز دي من خلال بروسيسور وداتا بيز موجوده، نبدا ان احنا نعمل اناليسس يا ترى الريحه دي ممكن تيجي لو خلطنا ايه مع ايه مع ايه. يعني جوه داتا بيس قاعده البيانات تقدر ان هي تعمل اناليسز وتحلل بشكل دقيق. هي الريحه دي ممكن تجي لو خلطنا نص جرام لافندر، ايه اللافندر؟ زهره زي الياسمين والفل وكده، مع ربع جرام ياسمين مع ثمن جرام فانيليا عشان تبقى بس ريحه شجري زي ما بيقولوا. طب وبعدين؟ هي دي بقى مكونات مثلا العطر دوت. على فكره في بشر يعرف يعملوا كده، يعني ممكن تلاقي واحد في مول كده يقول لك يا باشا شم دي عجبتك الريحه، يقول لك تحب اعمل لك منها ازازه؟ فتلاقيه راح اعمل ايه بقى؟ واخد الخلطه كده وقعد يخلط لك كام ازازه مع بعض، هوب اديها كحول، اتفضل يا باشا ادي الريحه دي. فهو عنده خبره ان هو لو خلط كذا مع كذا مع كذا يطلع لك ريحه جيفنشي، ريحه سي كي، ريحه محمد صلاح، في برفان بتاع محمد صلاح، برفان عمرو دياب الغالي، تجيبه انت ممكن ب 200 جنيه ولا ب 150 جنيه ليه؟ هيعمل لك هو الخلطه السحريه بتاعته، ماشي. الجهاز ده يعرف يعمل نفس الكلام، ازاي؟ يطلع في الاخر هي الريحه دي مكونه من ايه؟ ماشي، ده هيتنقل ازاي عبر الشبكه؟ بص بقى، احنا لو عرفنا نوحد المقامات اي حاجه تتنقل عبر الشبكه، يعني واحد المقامات؟ لو عرفت تحول اي حاجه لكهرباء هتعرف تنقلها عبر الشبكه، لان الاسلاك دي بتفهم كهرباء، الهب بيفهم كهرباء، السويتش بيفهم كهرباء، الراوتر بيفهم كهرباء، يعني اي جهاز من الاجهزه دي بتفهم كهرباء. عرفت تحول الريحه لكهرباء خلاص هتوصل. ازاي؟ يعني مثلا ثمن جرام لافندر ازاي ممكن تتحول لكهرباء؟ بص، من خلال البروسيسور، الله يبارك فيك، من خلال البروسيسور هيبدا يدي طريقه تكويد، يكون ان نص جرام لافندر يعني ونين ونين زيروهين زيروهين مثلا، بيعبر عنها بلغه الكمبيوتر واحد وصفار، باللغه اللي ممكن نخزن بيها المعلومات جوه الميموري، يعني عشان اخزن حاجه جوه الرامات بتاعت الجهاز ده هخزنها كده 1 1 0 0 0 والبروسيسور فاهم 1 1 0 0 0 في عالم الروائح يعني نص جرام لافندر. طيب وربع جرام ياسمين يبقى 1 0 0 ثانيه يبقى 1 0 0 هين 1 0 0 هين. طيب وثمن جرام فانيليا تطلع 1 0 1 0 1 0 1 0، قصدي ان كل ريحه بمقدار بيطلع ليها مكافئ بالوحيد والاصفر. طب وبعدين؟ هيطلع بعد كده كارت، كارت اسمه كارت النتورك، كارت الشبكه، راكب في الجهاز ده. دوره ايه الكارت ده؟ ياخد الوانز والزيروز في الميموري، وكل ونايه او كل زيرو هايه يطلعها على شكل فولت. مش معنى شكل فولت؟ اصل الكابلات دي ما بتفهمش غير الكترونات، فولتات، الهبات والسويتشات والراوترات برضو نفس الكلام. طب ويا ترى الطريقه بتاعتنا بتبقى ماشيه ازاي؟ ان الون ب 5 فولت. يعني الكارت ده دوره يعمل ايه؟ يحول وحيد الاصفار ل 5 فولت او الزيرو لزيرو فولت. يعني انا لو كنت كارت كنت هعمل ايه؟ هشوف دول عندي في الميموري واطلع ايه؟ 5 فولت وراها 5 فولت وراها 5 فولت وراها 5 فولت، ثم 0 0 0 0 ثم 5 5 0 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5، يعني هطلع الحاجه بالطريقه دي ككارت. تجي له الونايه يطلع 5، تجي له الزرايه يطلع 0. طب احنا استفدنا ايه؟ ان الكابل يعرف ينقل الكهرباء دي. في الاخر ضحكنا على الكابل، مخبيين جوه ريحه بس هو مش عارف انها ريحه، شايفها الكترونات معديه على هب، والهب مش شايف غير الالكترونات دي والكهرباء دي، معديه على راوتر اللي مش شايف غير ال 5 فولت وال 0 فولت، معديه على سويتش اللي مش فاهم ان دي ريحه، شام ان دي البرفان بتاعت عمرو دياب الجديده، ده فاهم ان هي بس ايه؟ داتا فايلات. نوصل الناحيه الثانيه بقى، عايزين نسترجع الريحه مره ثاني، وهو ده الموضوع الاصعب. يعني ايه؟ لازم كان يبقى في جهاز في الناحيه الثانيه عنده القدره ان هو يسترجع تلك الرائحه. طيب الجهاز ده شغال ازاي؟ للاسف كبير شويه، يعني اكبر من ده، ليه كبير شويه؟ الجهاز ده غير ان جواه ميموري وبروسيسور وداتا بيز ولازم منه، هو عده قوارير ازاز صغيره مليانه من اغلب الحاجات اللي ممكن تكون روائح. يعني شويه مثلا زيت زيتون على زيت اللوز على زيت الفراوله على زيت الموز، يعني في الاخر ايه؟ العصاره بتاعت كل الحاجات اللي ممكن تطلع منها اي روائح تكون روائح حلوه. اول ما يجي له 5 فولت هيجي له فولتات، وراها 5 فولت، وراها 5 فولت، وراها 5 فولت، بعدين 0 فولت 0 فولت 0 فولت، هيبدا يترجم ان هي 1 1 2 0 0 0، لك بس ده نص لافندر، يروح واخد من اللافندر نص جرام. يطلع بعد كده 1 2 0 2 1 2 0 2، يقول لك ناخد ربع من الياسمين 1 0 1 0 0 ثمن من الفانيليا. حلو، بعد كده يروح مدخلهم على درق يخلطهم ببعض، يعني جهاز فيها موتور يخلطهم ببعض، بعدين تلاقي فجأة الريحة طلعت. يعني في زي الأجهزة الموجودة هنا برضو في السنتر، بتطلع تطلع ريحة كده. فمش صعبة، صعبة إيه؟ طلع الخلطة وطلع ريحة.
الشخص اللي قاعد الناحيه الثانيه هيبدا يشم البرفان اللي الراجل ده كان حاطه، ولكن للاسف ما نزلتش لسه السوق. ليه؟ لان دقتها 70%. يعني دقتها 70%؟ يعني البرفان الموجود هنا ريحه قريبه بنسبه 70%، في 30% مش تمام. طب هو المفروض لو هينزل السوق عايز دقته توصل لقد ايه؟ الراجل الياباني ده بيقول لك انا عايز دقته توصل زي دقه الفويس. تعرف دقه الفويس دلوقتي 99%، بمعنى انا لما بكلمك في التليفون انت بتسمع الصوت وبتقدر تترجم صوتي وعارف ان ده احمد نبيل، عشان دقه الصوت بتوصل لدقه عاليه قوي. يعني مش هكلمك تفتكرني عمر، مش هكلمك تفتكرني سمير، لا انا عارف احمد نبيل من الصوت، نبره صوتك احمد يا عم انا عارفك. ليه؟ دقتها 99%. الفيديو دقته توصل لفوق ال 90%، يعني قرب ال 95%. يعني انا لابس قميص انا شايف ان القميص اخضر، الحركه شايف الحركه بتاعتي، البنطلون شايف ان هو ازرق، يعني في الاخر التفاصيل باينه بنسبه 95%، لكن 70% لسه بعيده شويه. حاجه ثانيه كمان مؤخره، ان جهاز الاستقبال غالي. غالي في ايه؟ الجهاز اسف مش غالي، كبير. كبير في ايه؟ ان القوارير دي تاخد مساحه كبيره، واحنا عايزين نبدا نحط الكلام ده بيلت ان جوه موبايلاتنا. يعني توقع موبايل ايفون مش عارف 17 يطلع فيه ايه؟ يطلع فيه فتحه كده في الجنب، ويعني الراجل يقول لك الفتحه دي اللي هيطلع منها الروائح، يعني يبقى شايف حد وسامع حد وشامم البرفان اللي هو حاطه، او بلاش اشمه حاطط برفان. دخلت اونلاين عشان اشتري برفان سوق دوت كوم او غيره، عايز اجرب البرفان، ادوس كليك على البرفان تطلع لي الريحه بتاعته. ماشي، هيحط الجهاز الكبير بقى اللي فيه القاروره ازاي جوه؟ ما ده بقى اللي هو شغال عليه الفتره دي، ان بدل ما دي تبقى قاروره تبقى شويه اتومز، ذرات. يعني ذرات الفانيليا مع ذرات اللافندر مع ذرات الياسمين مع ذرات الفل مع ذرات الموز مع ذرات مش عارف الفراوله، وبعدين يبدا يجي له واحد ياخد ايه ربع ذره على طن ذره ويخلطهم تطلع ريحه وخلاص. ما انت في الاخر مش عايز تطلع ريحه، يعني ايه تطلع ريحه بجد؟ عايز بس تطلع حاجه يشمها مناخير. فممكن عن طريق ايه؟ شويه اتومز. طبعا لو هي بشويه اتومز الموضوع هيبقى اصغر بكتير. اثنين، هي لو بشويه اتومز ممكن نعرف نعملها شحن بقى، يعني شحن يعني بعد ما يخلص الاتومز دي، يعني بعد ما مثلا 6 شهور يقول لك لازم تشحن مثلا روائح ثانيه. هتروح عند شركه ابل، اي ابل ستور، فيقول لك انا عايز اشحن مثلا شويه عطور، يقول لك طب ب 500 جنيه نشحن لك عطور. فقصدي هتبقى سيرفيس، تبدا ساعتها ايه ياخدوا برده منك فلوس على السيرفيس دي. فهي حاجه مشجعه ليهم وحاجه ممكن تبقى مفرحه ليك انت، انك انت ايه بشم روائح كويس بلاش، ممكن واحد يستغلها يبقى ده البادي سبراي بتاعك. انا لسه هروح مترو واشتري بادي سبراي، امال ايه؟ اروح داخل على اي ستور من الستورز ارش رشتين من الحاجه اللي بتطلع لي، وفي الاخر بقى معاك البرفان الخاص بيك من خلال خلطه معموله. ممكن يبقى برضه حاجه الداتابيس دي هي كانت من اصعب الحاجات بس ظبطت. ليه بقى؟ ان هم جمعوها من شركات العطور. ليه؟ شركات العطور عندها كل الاسرار بتاعت كل العطور، فبشويه ذكاء اصطناعي بسيط. طب لو في عطر جديد هنخلط ايه مع ايه يطلع العطر؟ اصل في الاخر العطر ده هيجي منين؟ من حاجه من المواد الموجوده في الطبيعه. فطالما انت عندك كل مواد الطبيعه ممكن تطلع العطور دي بشكل تكون اسف. هي الداتابيس دي اتعملت فعلا، داتابيس ضخمه. ليه بقى؟ وجود البيج داتا والكلاود والحاجات دي سهل الموضوع ده بشكل كبير. الداتابيس دي اوريدي خلاص موجوده عامه، هي صعوبته كلها في تصغير حجم القوارير. بالظبط. برايك بقى ده الاسم اللي طلع حلو، اما لو شفت اللي بعده في ايه كمان؟ التيست، حاسه اخرى الانسان، حاسة التذوق. تذوق ازاي يا باشا؟ بص بقى يا سيدي، ثرو نتورك تقدر ان انت تدوق اي اكله موجوده في اي مطعم، تدوق بس مش هتخش بطنك، هتخش عقلك، هتخش قلبك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاكله هتتبسط بيها، يعني هي هتلاقي عقلك زقطت وممكن نرمون السعاده تمام ان انا ايه دقت مذاق حاجه ما كنتش اعرف طعمها او حاجه بحبها. زيرو كالوريز، ان هي مش هتخش معدتك، دي حاجه برضو تفرحك لو كنت انت عايز تخش عايز تخس او حاجه، هاكل واتبسط وادوق طعم الحاجه من غير مدخل. طب ازاي الفكره بتاعتها؟ انا عشان دي اكتر حاجه انا حابب اشتريها. ازاي؟ بص يا سيدي، هم عايزين يقلدوا حاسه الانسان بتاعت التذوق. لقوا ان الانسان بيتيست ازاي؟ زي بيتذوق. طلع انسان لو جه يشرب حاجه او جه ياكل حاجه، يعني انا اهو جيت اشرب اي حاجه، ايه اللي بيحصل؟ أول ما الحاجة دي توصل للساني، لساني كل حاجة بيتأين فيها بشكل غير التاني. يعني لو كلت ملوخية بيتأين بشكل، حصل له ايونيزيشن. لو كلت بامية بيتأين بشكل تاني. كل أكلة سبحان الله وليها حاجة اسمها عملية تأين تختلف عن التاني. التأين ده بيحصل له إيه؟ بيتحول لإشارة كهربية توصل للمخ تتسجل في الميموري. مخك عنده زي الرامات وزي الهاردس جوه المخ بتاع الإنسان، ربنا خلقه كده. فبيتسجل شوية زي وانز وزيروز. الوانز وزيروز دي عبارة عن التأين اللي حصل. حلو. التأين ده بتاع ايه؟ انت اللي هتسمع تقول لهم هو انا اكلت ايه دلوقتي؟ يقول لك انت اكلت ملوخيه.
حلو، مخك بيسجل اوتوماتيك ان التاين والوانز والزيروز دي هي بتاعت الملوخيه. بعد سنه لو انت اكلت ملوخيه، مخك بيخرج من الميموري لوحده ان اللي انت اكلته ده كان ملوخيه. والمخ فيه ميزه حلوه، لو انت اكلت ملوخيه لوحدها وكلت الملح لوحده وكلت تقليه لوحدها وجيت في يوم الايام كلت دول كلهم مع بعض يعرف يميز. يعني يميز بعد سنتين جيت كلت تقول اه دي ملوخيه طلعت من حته في المخ بملح زياده شويه، يعني مخك قدر يعمل الاناليسيس. والتقليه قليله شويه قدرت ان مخك يطلع الاناليسيس دي. خلقت ربنا بقى ايه ذكاء الانسان بقى، مش الذكاء الاصطناعي ده، الذكاء الطبيعي. فتقدر تطلع حاجات زي دي ماشي، بس ده مخ الانسان. كان ده بقى يتنقل عبر الشبكه ازاي؟ قال لك طب ما تيجي نعمل سيميوليشن لموضوع التقايون ده ازاي. لقوا ان الفضه بتتقايم بنفس طريقه تقايم لسان الانسان. يعني ايه؟ يعني لو جبت عود من الفضه، رود من الفضه، وحطيته في طاجن ملوخيه اهو، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عمليه تقايون. يعني في ايونات بتتراكم على عود الفضه ده اكنه بالظبط زي لسان الانسان. حلو، خدنا التقايون نحوله بقى الكهرباء دايره، مش صعبه. تاخد الايونيزيشن ده تحوله لوانز وزيروس، كارت يركب يحول الوانز وزيروس دي لخمسة فولت وزيرو فولت. مبروك الملوخيه تقدر تمشي دلوقتي عبر الكابلات، لان هي اتحولت لوحده قياس بيفهمها الكابلات. اتحولت من ملوخيه لايونات، من ايونات لكهرباء، من كهرباء لفولتات، ماشي عبر الهب. هب مش عارف ان دي ملوخيه بس عارف انها داتا منقوله. الراوتر مش عارف انها ملوخيه بس عارف انها داتا منقوله. السويتش مش عارف ان دي ملوخيه، عارف انها داتا منقوله، بس في بقى عود فضه الناحيه الثانيه هيعرف ان دي ملوخيه. ازاي؟ ما هو هيطلع الجهاز العكسي، وده جهاز اسمه ترانسميتر بيبعت، ده جهاز اسمه ريسيفر بيستقبل. بيعمل ايه؟ بيستقبل 5 فولت و0 فولت، حصل. بعد ما جاله 5 فولت و0 حولهم لوحايد وصفار، حصل. الوحايد والصفار راحت لعود الفضه، تحولت لايونات، حصل. انسان واقف في الناحيه الثانيه، حط لسانه على العود الفضه ده، الايونات اتنقلت له، قال لك بس دي ملوخيه بالتقليه، ملح زياده شويه، يعني يعرف ان انت تترجم المذاق. طب حلو، البتاع ده ما نزلش ليه؟ هينزل، بس سامسونج هي اللي واخده حصري. ليه بقى سامسونج واخده حصري؟ عشان خاطر عايزه تنزله على التلفزيونات الخاصه بيها. تلفزيون تجيبه كبير مع ريموت، عود الفضه موجود في الريموت. تقلب على قناه من قنوات الطبخ، اللي يحصل؟ الشيف بعد ما بيخلص الطبخ بتاعه هيحط عود فضه معاه كارت واي فاي، يعني عود الفضه يبقى بيلت ان فيه واي فاي. فالاكل اللي عمله الشيف بقى منقول واي فاي عبر الانترنت، وانت بقى الله تدوق، تبدا ان انت ايه تدوق. فشركه سامسونج بتقول ان هي اول شركه عايزه تنفذ حاجه زي دي، بس في برضه شركات ثانيه عايزه تنفذها زي مين؟ شركات الاكل في امريكا اللي بتعمل اكل اونلاين. ازاي بقى؟ حاجه زي طلبات او اطلب ابلكيشن عندنا بنطلب منها الاكل. في امريكا حاجات اقدم من كده بكتير. عايزين بقى هم يعملوا الحركه دي ازاي؟ ان لما تخش على الابلكيشن وتطلب منها الاكل، تخش بلاقي مجموعه محلات، اختار محل بلاقي المنيو بتاع المحل، اكليك على الاكل، يطلع ان الشيف بتاع المحل ده حاطط اكله زيها، عامل اكله زيها وحاطط فيها عود فضه واي فاي او وصل على 4G ولا 5G. ادوق اعرف اذا كان الاكل بتاعهم النهارده حلو ولا وحش. والاكل ايه؟ ابديتد. يعني ايه؟ يقول لك الاكله دي هنعمل لك زيها، معموله من نص ساعه، يتعمل لك زيها ويوصلك، هتبقى ايه؟ اكيد الطعم قريب لان المكونات قريبه قوي قوي لما هحكي لك طبعا في نفس اليوم. فلاحظ انك انت ممكن تبقى ايه؟ عارف طعم الاكل، عايز اشوف النهارده الدهان ايه، اخبار الحمام، ادوق ما عجبنيش، اشوف في الحاتي يبقى يمكن حرامي بقى احلى، عجبني اطلب من اللي عاجبني. فالقصد ده هيسهل انك انت لما تيجي تختار اختيارك بشكل احسن. طب حاجات زي كده مش دلع يا باشا؟ وماله لما نتدلع؟ هو في ايه؟ وانت مستخسر فينا كبني ادمين عايشين في مصر وفينا بعض الناس زملكاويه يا عيني، ما يتبسطوش شويه، ما يتدلعوش شويه، يعني شوفوا اي حاجه تفرحهم في حياتهم. في ايه؟ انا اهلاوي على فكره، بس يعني يصعب عليا ان ايه مصري وزملكاوي، انت ايه في ايه يا جدع؟ وساعات بيشجع الارسنال، انت متخيل واحد حياته عامله ازاي؟ يعني ده كآبه، ده عايز ينتحر، ابسطه شويه، رشيتين برفان مش هيخسروا، يدوق الاكل من غير ما يدخن مش هيخسروا، كده. ارسنال ولا ايه؟ حد بيشجع ارسنال؟ يا ساتر. انا اصحابي كلهم زملكاويه وارسنالويه، يا ابني ليه؟ في اهلي الجميل، في ريال وبرشلونه على اللزاز، في مانشستر بيكسب على طول، في ايه؟ طيب فالقصد ان حاسه زي حاسه التذوق زي ما انت شايف، ممكن تتنقل فعلا عبر الشبكه. بص اي حاجه ممكن تتنقل عبر الشبكه بشرط تعرف تحولها لونز وزيروز فتتحول لكهرباء، فنعرف نرجعها مره ثانيه زي ما كانت، لدرجه ان التاتش، ايه التاتش؟ حاسه الخمسه، اللمس، حاسه الانسان نقلوها عبر الشبكه. يا باشا هبعت لك الفيديو، في قبله عبر الانترنت، حد بيبوس حد عبر الانترنت وتحس احساس القبله بتاعته، ده شيء جميل، فيرتشوال مش حرام لانه افتراضي، ما هوش حاجه حقيقيه فيزيكال. ازاي يعني؟ يعني الاكل ده انت هتدوقه ومش هيتخنك،
وانت صايم تدوقه مش هيتخنك ومش هيبوظ لك صيامك. اه طبعا ما دخلتش حاجه في بطنك، مفيش حاجه غذيتك فعلا، امال ايه اللي حصل؟ انت دقت ومخك بس اللي ترجع، بس انا لسه جعان يعني، تفضل لسه جعان، فانت كده ما فطرتش بس ايه دقت طعم الاكل، جوع زياده بصراحه، او بص قدره على افراز بعض هرمونات السعاده. يعني دوق الشوكولاته مخي يضحك عليك، دي شوكولاته ضحكت عليك، انا ما اكلتش شوكولاته بس اديتني هرمون السعاده وفرحتني وبسطتني. فالناس دي ممكن ساعات فعلا بدون ما تاخد اي حاجه تخش جسمك تاذيك، سواء ادويه معينه سواء حاجات معينه، بس تحفز شويه هرمونات تقدر من خلال التذوق ده تعمل تاتش. بقى يتم ازاي؟ بص بقى الفكره اللي تمت حاليا هو سلام بالايد وقبله من بعيد، وهبعت لك الفيديو بتاع تلك القبله من بعيد. سلام بالايد ازاي؟ ان لو شخص واقف في مكان حلو عملوا له حائل مطاط، سكرينه كده مطاط. يعني ايه سكرين مطاط؟ يعني سكرينه بس من جلد شبه جلد الانسان، مش سكرينه ال اي دي وال سي دي والكلام ده، لا سكرينه مطاط من جلد الانسان. طيب وبعدين مربوطه عبر شبكه المعلومات اللي بنسميها الاي بي نتورك، اللي فيها راوترات وسويتشات وهبات وكابلات، والناحيه الثانيه سكرينه زيها. انت مجرد ما تمد ايدك في السكرينه دي تبدا السكرينه دي تعمل ايه؟ مخمليه كده. يعني ايه مخمليه؟ يعني عامله كده زي ايه سفنجه كده، تروح قافل على ايديك، تاخد تعريق ايدك، لون البشر، حجم الايدين، الخشونه والنعومه، وتبدا تدي لك حسب خشونتك ونعومتك رقم. يعني مثلا ايه؟ تقول ان البشر خشونه ايديهم ونعومتها من 0 ل 100، 0 ايده ناعمه جدا، 100 ايده خشنه جدا. فلقيت ايدي نص نص يديني 50، يحول ال 50 ده لوحده صفر. طيب لون البشر، يقول لك احنا البشر هنخلي البني ادمين من 0 ل 100 حسب لون درجه بشرته. فانا مثلا لون بشرتي اقرب الى الفاتح، يجيني مثلا 40 من 100، يروح محول ال 40 دي لوحايد وصفار. التعريق تفاصيل اللي في ايدي. طب وبعدين ينقل الكلام ده ككهرباء، الهب والسويتش مش عارف ان دي ايد ولا ملمس ولا خشونه ولا نعومه ولا حجم ايد. توصل الناحيه الثانيه هوب الوانز والزيروز دي، تخلي الشاشه دي تطلع ايد. يعني لو شخص واقف الناحيه الثانيه لا فجاه ايد طلعت، لو سلمت عليها تحس بالحراره، نفس درجه الحراره بتتنقل، درجه الحراره درجه حراره سهله ولا درجه حراره ايه 34 35 36 39 ياخد درجه الحراره وينقلها، تبدا تتنين درجه، دي اسهل واحده فيهم درجه الحراره دي. فبدات تحس بايد الراجل اللي قدامك، تعملها هاند شيكينج كده الناحيه الثانيه بيطلع له ايد، تمسك وتعمل له هاند شيكينج. فشركه من الشركات سامسونج برضو قالت احنا عايزين نعملها في شاشات التلفزيون. طب هتعمل ايه في شاشه التلفزيون؟ قالت لك ان ممكن الناس تعمل فيديو كونفرنس لايف 7D 9D، تشوفوا بعض الحجم الطبيعي، يسلموا على بعض ويحضنوا بعض عبر شاشات سامسونج. ازاي؟ انا قدامي شاشه سامسونج وانا في مصر، ليا قريب في الامارات قدامه شاشه سامسونج، انا اروح داخل جوه الشاشه حلو، يعني هخش هتقفل بس ايه عليا كده تاخد تفاصيل، الناحيه الثانيه في الامارات اطلع له بنفس اللبس بنفس الحاجه. طبعا هو مش حقيقي شايفني، هو شايف ايه؟ يعني حاجه بملمسي، حاجه بنفس درجه حرارتي، حاجه بنفس تفاصيلي، ياخدني بالحضن، احس بالحضن بتاعه. في الاخر حاجه زي كده برضو ممكن ساعات ايه تسعد الانسان، تبسط الانسان، حد بقاله سنين بعيد عنك ونفسك انك انت تحضنه، نفسك ان انت تشوف حاجه زي كده، ممكن تساعد ان انت ايه عارف ايه انا استريحت، يعني من جوه ايه خدته بالحضن كده استريحت اطمنت. العقل يضحك عليها فكره بسهوله، هو اهم حاجه في الانسان اضحك على عقلك، اضحك على قلبك، وبعد كده خلاص بقيه الاعضاء هيضحك عليها. فلو عرفت اضحك على عقلك اقول لك انت حضنت اهو، اه خلاص انا حضنت، ما هو يا عم كان قدام، اه صحيح ما انت خدته، ايوه صح خلاص. فتلاقي نفسك ايه حاسس انك انت استريحت. وبعض الزملاء لما كنت بحكي لهم القصه دي، واحد لقيته عينه دمعت في كرسي من الكورسات اللي فاتت، كورس السنه اللي فاتت لقيته قاعد ورا كده وعينه دمعت. قلت له في ايه؟ قال لي ياه التكنولوجي دي كانت تفرق معايا في حياتي كتير. قلت له تفرق معاك في ايه يا عم؟ عايز تعمل ايه بالظبط؟ قال لي كانت تفرق معايا ان انا كان ممكن اسجل لافراد في عيلتي حاجه زي الحضن ده اسيفها، وبعدين الافراد دول غدرونا وخلاص في عالم تاني ومش موجودين معانا، كل ما يوحشوني امي ابويا يوحشوني اروح اعمل ايه؟ بلاي باك ومشغل الحضن مره ثانيه اخدهم بالحضن. والله بص حاجه زي كده انا كنت عايز اعيط انا كمان، يعني في الاخر عايز ادمع، ما في الاخر فعلا فكره حلوه. وانا في الاخر لو حاجه زي كده كانت موجوده كانت واحد ممكن تعوضه ايه؟ خدت ابويا بالحضن مره ثانيه، خد امي بالحضن مره ثانيه، حاجه زي كده حاجه تعتبر حاجه من الحاجات الجميله، خدمه حلوه للبشريه، حلمه تريحك، تخليك نفسيا تبدا تتزن مره اخرى بعد ممكن يعني كارثه حصلت في حياتك. فالشبكه اهي طلعت فيها حاجات حلوه، حاجات حلوه لمين؟ حاجات حلوه للاجهزه، للبشر والحواس بتاعتهم. ان شاء الله المره القادمه هسمعك عن مش بس البشر، عن الاشياء، في حاجه اسمها انترنت اوف ثينجز، بس خليها المره الجايه. انترنت اوف ثينجز انترنت الاشياء، انك تدخل الاشياء عربيه بثلاجه ببوتاجاز بتكييف على شبكه الانترنت، كراسي تخش على شبكه. على فكره مشتري قميص من هونج كونج انترنت اوف ثينجز، قميص بيخش على الانترنت
هو بيخش بيعمل ايه؟ هو بصراحه بيعمل حاجه عبيط قوي وانا هستخسر فلوس وزعلان عليها. هو بيخش على الانترنت يقول لي اللوكيشن بتاعه. طب ما انا عارف هو فين. يقول لك لا عشان تعرف هو في انهي دولاب. يا عم ما عنديش حد غير دولاب واحد، عشان لو وديته بس للتنظيف وراجل ما جابوش تعرف تجيبه للتنظيف. يا ريتني ما دفعت ال $100 في القميص اساسا، بس كان عندي ايه يعني نفسي كده اشتري اي حاجه انترنت اوف ثينجز. ساعتها معرض سمارت هومز هوم اوتوميشن، جايبين كل الحاجات السمارت اللي بتخش على الانترنت، الاشياء اللي بتخش على الانترنت. ارخص حاجه لقيتها القميص، بصراحه ما انكرش كان في شرط، بس قلت لا يعني امنجه نفسي مش هجيب الشراب اوفر انترنت، هجيب القميص اوفر انترنت بحيث لما البسه اجي لكم ممكن بالمره الجايه. حلو، انا لبسته امبارح مع التوسيس ان بي، يعني جيت لهم كده بقميص فيه شريحه كده من جوه وبتاع. ايه ده؟ لا مش القصد والله، انا لبسته والله كنت ناسي ان هو ده القميص، يعني في الاخر شكله زي المصنع عاديه بس بيبقى فيه شريحه كده من جوه وابلكيشن تعرف بس ايه تجيب مكانه. يعني ابلكيشن بمعنى هي معموله بالصين هونج كونج، بس بمعنى اين اشيائي. يعني لما ترجمتها كده اين اشيائي، تقعد تدور عشان تقعد تدور على الشراب. طب كام واحد منكم ضاع منه الشراب في الغساله ومش عارفين نجيبه لغايه دلوقتي؟ نفسي اعرف الشرابات بتروح فين. مع تجيلك التقنيه ستجد شراباتك مره اخرى ان شاء الله. طيب عايزك تاخد صوره لتلك السبوره، لو عندك اي استفسار نبدا ناخد. انا قايل لك انت بناخد الاونلاين الاول لان هم ساكتين، فانا بدات احس ان هم ناموا. اصحى اصحى وفوق يا فاروق الاونلاين. لو حد فيكم عايز يستفسر عن شيء، انا عارف ان هو مش شرح لسه ما دخلناش في الشرح، بس عايز يعني يسال عن حاجه ليها علاقه بالسبوره دي انا معاك. فحد اونلاين صاحي؟ انا عارف ان الاونلاين مش كتير النهارده، كانوا اربعه بس او خمسه. صحهم لك المره هتعدي اونلاين ولا ايه؟ اه ماشي صح كده عشان ما تضيعش بس وقت. عارف رايح جاي ادي ساعتين رايحين كده. طيب غير وقت المحاضره ساعة مع وقت المحاضره بس غير يوم راح. معلش صح كده يعني استحملهم اونلاين كده لحد ايه عشان لسه كرسي في اول. ماشي طيب الاونلاين صحيين بس مش عايزين يسالوا. انا شفتهم صحيين بس مش عايزين. قول لي طبعا موديل طبعا والاو اس اي وكله، هتلاقي المحاضره اللي جايه على طول او اس اي الاول موديل، بعد كده الموديل بقى بتاع تي سي بي اي بي ويو دي بي كمان. قول لي في الاخر المخ بيطلع فعلا اشارات واشارات كهرباء. ناخد الاشارات دي، الاعصاب بالنسبه لنا زي الكابلات، ناخد الاشارات دي على كابل ونقدر نحرك بيه الاعصاب الصناعيه. اه في الاخر ايه؟ وطلع في الاخر انسان بكل حاجه في جسمه بتتحرك بالكهرباء، جواه الكهرباء. طب ما ناخد الكهرباء دي على سلكه ونحطها على اي طرف صناعي ياخد ناخد الامر بتاع المخ ويحوله في الاخر لحركه. مش رهيبه، مش كتيره، رهيبه. ارتفيشال انتليجنس شنيعه، ميكانكس مش طبيعيه طبعا. اللي عند تاتش اه شفت شفت شفت. بس طبعا القصه دي عشان تتعمل بلاوي من البروجرامينج والارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج. مش شغالين في مره على الدور، كنت يعني هو كان مشروع تخرج الناس بس انا عجبني الموضوع. حلو حلو. كان درون بيشتغل بالموشن سنسور. حلو. انا بديها ان شاء الله بس دي حضرتك ايه ده؟ يعني انت مش بريموت، انت بتعمل كده هي تمشي يمين تعمل كده تمشي شمال. اللهم صل على النبي. ايوه 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 حلوه دي، بيحس حركتك ويديها يعني بدل الكنترولر انت ده كنترولر. تعجبني الافكار دي، تعجبني الافكار دي. عشان كده اه طبعا بس لكن الحاجات دي بلاش مشروع تخرج فيها كلابوش. لا ما هو خدوا ساعتها لازم تصريح ولازم يمنا دي اه خدوا تصريحات. الحاجات دي اصلها اختراعات من الحاجات دي كوريا واليابان والناس دي اللي بتعملها ايه عادي كده يعني ده اللي بيعملوه في المدرسه عندهم. احنا لا لا هو ده يمكن اخر بلون عندهم ليه اصلا؟ وبعد كده خلاص قفشوا ممنوع. الدكاتره نفسهم لازم هيبقوا كفايه. اه والله صح لغايه لما القلق يعدي. بس هندسه اقول لك تاتش انا عامل ابلكيشن بروجرام تاتش. بص بقى التاتش كان فكرتها ان احنا بس حد يقدر يحط ايده في جهاز فحاجه مماثله للايد دي تطلع من الناحيه الثانيه يقدر بس ان هو يسلم عليه. طب ما ابعت لك الفيديو بتاعها وتشوف. ابعت لك فيديو بس ما عنديش بتاع الايد بتاع القبله موجود يعني حد بيبص بتاع شفته كان موجود على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اتشهر جدا كان ترند والناس بتشيره وبتاع. ايه ده يا جماعه وازاي وبتاع دي نشتري الابلكيشن دي والجهاز ده. ما في برامج قايمه مثلا حد بيبقى مثلا في غرفه ويظهر حاجه في السوق. ده الهولوجرام. بس ده بقى هنا انت مش هتظهر بليزر، بتظهر
زي جسم يعني مجسم ملموس مش محسوس. باشا مساء الفل حبيبي، اخبارك ايه؟ ايه اخبار الدنيا معاك؟ كله تمام؟ ايه طمني عليك. زي الفل يا رب دايما بخير، رب دايما بخير. الله الله الله، في الشغلانه انت بتقول عليها؟ اه الحمد لله. طب ايه مبسوط معاهم ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ والله يعني ولا اسرار عشان بس بيسجلوا لا عادي ما مش لحد شغال معاك في الشركه وما يسمعك. الحمد لله كويس يعني. طب الحمد لله. طب لك قد ايه كده معاهم؟ تقريبا شهر ونص. سيرفر وستورج، شغل بقى كلاود على بدايته الصح بقى. بس طب ايه بقى، عرفت شويه برودكتس من الاستورج يعني وبتاع يعني بتبيعوا الحاجات دي ولا بتركبها؟ الاثنين، توريد وتركيب. الشركه اصلا بيع بس طبعا الكاستمر لا عايز حد عايز يركب له كمان مع التوريد. احنا بنشتغل مع براحتك يا باشا على ما ابعت لكم الفيديو. بس والله كويس الحمد لله. اخبار الدنيا معاك انت ايه؟ كله زي الفل. بص هم طالبين مني ان انا سبت. حلو هي ليه لا ماشي، دي حاجه حلوه. حلو جدا جدا، بس اهم حاجه يبقى على حسابهم. ماشي. جالكوا الفيديو دلوقتي؟ حد فتح انترنت جالكوا الفيديو؟ ماشي. بس كنت الاول قالوا لي لا ما تعرفش لان ايه. حلو الكلام. انا ما اعرفش بصراحه هتسالت في ان ليه بقى؟ هم عايزين واحد واحد. انت تسالت في ان ايه؟ مش فلوس على الفاضي كده، ما انا عارف انك انت مش هتبقى حاجه. ماشي بس انا قصدي خلاص انت ممكن تمتحن سي سي ان بي اصلا من غير ما تمتحن سي سي ان اي. هم فدقوا كده مستخسر حلو عشان يبقى البيزكس في اي حاجه. ماشي بس لحد ما يشوفوا بعد كده ان بي. هو منير معانا هنا ولا منير فين؟ محمد منير هلال ولا اونلاين؟ بس شاف الفيديو بتاع القبله وبعت لي ده شغل قلق. اديني رقمك يا باشا. 011 58 25 72 ايوه اول واحد يا باشا. بعت لك الدمب، اخر دمب موجود والموقع بتاع حجز برضو الامتحانات. لو كده خليك بس تجهز عادي مش مشكله. انت بس معاك كارت اي كارت ديبت بتاع اي تي ام بتاع فيزا بتاع اي حاجه؟ اقول لك الخطوات. انا ابعت لك حتى الخطوات لو حبيت انت بكارتك انت عشان خاطر ايه تمام يبقى بيسمع. حبيت تبقى تجيب الفلوس اعملها لك انا مش مشكله. طب هي اصلا 300 دولار ده لان ايه؟ لسه ديسكاونت لازم نقدم عليه وناخدها بعد 90 يوم. كنت لسه النهارده عشان اول محاضره ليهم بقول لهم لازم نقدم على ديسكاونت 90 يوم قبل الامتحان. لا مش مشكله ما بالظبط، قصدي طالما مش دافع حاجه رايح هتفرق في 100 دولار. ما تعطلش نفسك 90 يوم عشان 100 دولار. ليه؟ عشان بعد 90 يوم تاخد الان بي بقى اساسا. بالظبط بالظبط ان شاء الله تختلف 90 يوم. ماشي مش كنت انا واسراء بس هي اشتغلت ولا لسه؟ معايا. ايه؟ لا والله ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ده اصلا مية اللي في الشركه؟ اه والله يا جدع. بس مية امتحنت قريب ولا مش مية دي؟ لا مية اسمها مية. لا مش هي مش هي مش مية. امتحنت قبل كده انا عارف مية محمود. انا عارف. لا مية امتحنت قبل كده. اه امتحنت قبل كده. اه لا تشيل مي بي. لا لا مش مية دي. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بس هي ركزت دلوقتي على اروبا. ايه ده والله بجد؟ اه كل شغلنا كده جدع جدع برافو عليك جدع. في كورس هي اصلا بيسك دلوقتي اسمه ديزاين. حلو جدا ده، حلو جدا. عشان بري سيلز هي شغاله بري سيلز عشان كده. طيب عشان كده ده كورسات بري سيلز. ايوه بقى ايوه بقى شغل عالي. ايوه بقى كم واحد في الشركه دلوقتي؟ والله ما اعرف. احلى حاجه ان انتوا مع بعض، ان انتوا عارفين شلتكم مع بعض في نفس الشركه بالظبط كده. بس عددكم كبير، قصدي عدد الناس في الشركه كبير. مش عارف بس هم بيطلبوا ناس دلوقتي. انا كريم كرم انت ليه سؤال كده؟ بس استاذن بس خلاص حبيبي ربنا يكرمك بالخير ان شاء الله. ماشي بس موجود؟ لا لا موجود موجود. انا ايه الاثنين اسم الشركه؟ انا ايه الاثنين بس خلاص عايزين نعرف. تسلم تسلم. كان في حد بيسالني النتورك حلو ولا السيرفر مش سويتش؟ الاثنين لا الاثنين الاثنين حلوين، خصوصا ان السيرفر والسويتش بقى دلوقتي ترندنج برضه. النتورك هي الاساس، السيرفر والستورج دلوقتي بقت بتاكل الجو. فانا قصدي لو انت شغال سيرفر وستورج انت بقى شغال في حاجه قليل اللي يعرفها. اه الله ينور عليك. كله بيقول لي كده. بس فدي الميزه بتاعتك. ليه؟ النتورك انت بقت شاطر اصلا فيه وسهل ترجع لها في اي وقت. النتورك والستورج هتلاقي مش اي حد يحبها وكله يخاف منها ويقلق منها. لكن هتلاقي الالبوم جامد بس اللي بيخش السيرفر والستورج. بس انا قصدي ايه؟ سيرفر ستورج عرفتها كويس؟ لو جيت ترجع تاني للنتورك تشتغل حتى بري سيلز نتورك تبقى انت حريف اكتر. ليه؟ عارف هنجيب سويتشات مع راوترات مع اني سيرفر مع اني ستورج ديفايس. اه بس هتعرف تظبط اللان مع الوان مع السين. بس فكده لا انت يعني حظك احلى. بعدين هم بيحطوا الرجاله كمان في الحته دي ليه؟ عشان الحته دي عايزه قلب جامد.
البنات فيها ست تحط لك سويتشين واي بورتات و48 بورت 24 بورت موضوع اسهل بكتير عليها يعني. لكن الشباب بيبقى لا عايز حاجه اللي محتاجه اعصاب اكتر يعني. فكده انت في حته احسن. بس في ساعات لما تحب تقلع شبكات تبقى فرصك اسهل. فرص شبكات اكتر بكتير. شايف مثلا ايه ان انا اكمل في السيرفر بسرعه. لا لا حلو حتى لو كنت فيها تعرف ترجع تاني بس انت في حته احسن. لا لا انا متهيألك خالص متهيألك خالص خالص نتورك انت ممكن تجري فيها بسرعه. ممكن في ثلاث شهور توصل اللي كان بقاله ثلاث سنين ماشي فيها. سيرفر ستورج هي اللي صعبه لكن انت حد يعرف يسبق فيها كده لازم تمشي خطوه خطوه. نتورك ممكن ننط فيها. ده ان شاء الله خير. حبيبي والله شفتك وخلاص شوف بس كده الدمب كده وربنا يكرمك. ماشي بس في 10 اسئله بره الدمب مش عارفين نجيبهم لسه. لو جبناهم هبعت لك. بص هو ده كبير شويه ده 250. ماشي. تمام؟ يجي لك 100. يجي لك 100 سؤال. 250. بس انا قصدي كان بيجي لنا ساعات 105 110 بس كده فده لسه ابو احمد لسه بيجيبه لنا صديقنا من السعوديه قال لي هيجي له على اخر الشهر فانا لو انت ما كنتش امتحان اجيبه لك ابعته لك يعني قبل ما تمتحن كده بشويه قول لي ما فيش اي جديد في الدمب اقول لك خلاص ماشي حبيبي مساءك عسل عسل بشوف اخي سلم لي على اسراء وسلم لي على مين كتير اشوفكم على خير ان شاء الله محمود ما جاش معاك محمود مش في الشركه معاك محمود في الشركه جاي بجد والله الحمد لله يا ساتر ده ليه كده بس يعني انتوا بتودوا البنات في السويتشز والراوترز وتودوا الشباب في السكيورتي والستورج يعني مسكين كل حاجه احسن احسن ابريسيز ديزاين بس برضه يعني شايلته محمود يشيلها تقيله كده ينفع هو اللي عايز اصلا الحاجات اوفر اولت والحاجات دي ماشي يستاهل اللي هيحصل له بقى يستاهل اللي هيجرى له طب ليه طيب تعالى خد ده بالسيرفرز والستورج عشان ترند مايكرو ماشي طيب ما عشان برضه طبعا كلاود داتا سنترز والحاجات دي تنزل على اصلا السيرفر طبعا فلازم ان شاء الله لازم اقول لك ايه يا جدع عارف اي حاجه كده بعد الجيش تزق الدنيا ان شاء الله حبيبي متوفق ان شاء الله حبيبي اشوفك على خير مع السلامه طيب انا اسف عطلتكم لو في سؤال انا معاكم لو ما فيش نخش على النقطه اللي هي نصيب الاسد يعني بصوا احنا النقطتين اللي خلصناهم في سبوره واحده ضربنا عصفورين بحجر اللي هي نقطة تعريف كلمة شبكة وهي أهمية الشبكة هنخش على الكومبوننتس يعني ايه النتورك هي عبارة عن كومبوننتس كونكتد توجذر عشان تدينا سيرفيس السبورة دي كانت خاصة بالسيرفيسز السبورة جاية خاصة بالكومبوننتس تعال احكي لك عن اشهر الكومبوننتس اللي ممكن نحتاجها في مجال الشبكات بتاعتنا اللي هو انهي شبكه اتفقنا اي بي نتورك واحد كان عايز ياخد صوره للسبوره ولا خلاص زي شبه اللي معاكم كمان لو شفتها بي دي اف هتلاقيها بالالوان حد شاف الفيديو بتاع الاسمال او التيست؟ ما شفتوش لسه. حد من الناس الاونلاين شاف الفيديو بتاع الاسمال او التيست؟ شفت الراجل الياباني؟ مما تتكون الشبكة هيطلع الشبكة تتكون واحد من end devices طيب يعني كلمة end devices يعني أجهزة في طرف الشبكة ليه زي مين يعني يعني حاجة زي الكمبيوترات في طرف الشبكة حاجة زي الموبايلات تبقى برضو في طرف الشبكة حاجة زي التليفونات تفرق عن الموبايلات لان قصدي هنا بقى بتليفونات من نوع خالص سيسكو افاير بالظبط تليفون زي التليفون ده ده اسمه اي بي فون عده تليفون شبه التليفون الارضي بس كلمه اي بي اللي مكتوبه دي مقصود بيها ان هو بيشتغل على شبكه المعلومات شبكه الانترنت فالتليفون ده بيتربط على
شبكة الإنترنت، وتقدر أنت من خلاله تتصل بأي حد معاه تليفون زيه وتكون معاك رقمه. يعني أرفع السماعة، أنا مثلا في بنك وعايز أتصل بزميل ليا في فرع تاني في البنك، أقدر بس رقم زميلي ونتصل ببعض زيرو كوست. يعني زيرو كوست؟ ما بندفعش فلوس على المكالمة. ليه؟ لأنك أنت في الآخر بتتكلم مكالمة عبر شبكة المعلومات، شبكة المعلومات معمول لها باقة، فطالما أنت جوه الباقة بتاعتك مش هتدفع جنيه. أنت لما بتخش على الفيسبوك ما تدفعش فلوس، تخش على الواتساب ما تدفعش فلوس، لما تتكلم بالتليفون ده اللي اسمه اي بي فون او عليه علامه سيسكو، لما تتكلم في التليفون بتاع الاي بي فون فبرضه مش هتدفع فلوس. طيب حلو. التليفون الارضي العادي؟ لا، الارضي ده على شبكه التليفونات القديمه الليجاسي، لكن ده لازم على شبكه الانترنت. ده باكيت سويتش، ده باكيت سويتش والثاني اللي كان سيركت سويتش. طيب مهم بالنسبه لنا، يمكن الاي بي فون مش مشهور قوي قوي مثلا في البيوت، لان احنا عندنا في البيوت حل بديل. الحل البديل موبايلك. بعمل ايه؟ افتح فايبر واتكلم فايبر، افتح واتساب واكلمك واتساب، ماسنجر اكلمك ماسنجر. يعني عندنا طرق كتيره وابلكيشنز كتيره تقدر ان تساعدنا ان احنا نعمل وظيفه الاي بي فون سوفت وير بدل ما اجيبه جهاز هاردوير. لكن لو رحت بنك من البنوك، رحت فندق من الفنادق، هتلاقي هارد فون، ترفع السماعه تكتب رقم الراجل في الريسبشن، في البنك يرفع السماعه يطلب المدير، يطلب موظف او غيره. طب في مين كمان؟ في اي بي كاميرا، يعني كاميرا مربوطه على شبكه الانترنت ودي اند ديفايس. في اي بي تي في، تلفزيون بنخش نشوف من عليه نتفليكس وغيره. في برينتر، اني برينتر، في حاجه اسمها نتورك برينتر، دي برينتر تقدر من خلال الشبكه تطبع. يعني انا بقى معايا الموبايل وهي بيبقى برينتر فيها واي فاي، اقول له اطبع لي البي دي اف الفلانيه، حلو، يعني انا موجود هنا وتبقى البرينتر مثلا موجوده جوه. فعلى ما نخلص اللي احنا بنحكيه كنا خلاص الطباعه الحاجه بتاعتها. البلاي ستيشن، الاكس بوكس، مالهم دول كلهم اند ديفايسز، وفي منهم كتير. طب احنا بالنسبه لنا الاند ديفايسز مالهم؟ مش كومبوننت عاديه، امال الاند ديفايسز مالها؟ دي بالنسبه لنا بنسميها انها المين كومبوننت. ات از ذا مين كومبوننت. يعني كلمه مين كومبوننت؟ دي العنصر الاساسي اللي عشان خاطر عينه اصلا هنعمل الشبكه. طب وليه بيعتبروا الاند ديفايس هو المين كومبوننت؟ بيكوز الاند ديفايس از سورس اوف نتورك ابلكيشن. يعني الاند ديفايس ده اللي بيبقى عليه التطبيقات، نتورك ابلكيشن. ازاي يعني؟ الكمبيوتر بتاعك والتطبيقات اللي موجوده عليه، الموبايل بتاعك وتطبيقات زي اوبر ولا زي ببجي ولا زي واتساب، دي كلها اسمها نتورك ابلكيشنز. طب معلش، يعني نتورك ابلكيشنز بشكل تاني مقصود بيها ايه؟ كلمه نتورك ابلكيشنز مقصود بيها سيرفيسز، خدمات ذات كان بي دون، خدمات اللي ممكن نعملها وذ ريموت ديفايس، الخدمات اللي ممكن نعملها مع جهاز يكون بعيد عننا. طب يعني ايه وامثله عليها؟ بص السبوره دي كلها هتبقى للامثله. امثله عن مين؟ امثله عن ايه هي تطبيقات الشبكه، يعني ايه الخدمات اللي انت ممكن تاخدها من ورا الشبكه. حلو، ده كلام كويس. طيب حد ما نحكي عن الامثله دي، تعال نشوف كومبوننت ثانيه، الاند ديفايسز اللي هي اجهزه في الطرف. اطلع، مش ينفعوا يتعاملوا لوحدهم في الحياه، محتاجين نحط في النص حاجه اسمها انترميديت ديفايس. طب انترميديت ديفايس ده اللي هو زي مين؟ افكرك، حاجه زي جهاز اسمه الهب، ده انترميديت ديفايس هنحكي عليه في الكورس. تطوره اسمه بريدج، حاجه يمكن ما سمعتش عنها لان هي ما عدتش كتير في الحياه. تطورهم هما الاثنين سويتش، وده اكيد انت بقى سمعت عنه في الحياه. راوتر، حاجه اسمها الجيت واي، حاجه اسمها المودم، حاجه اسمها الوايرلس اكسس بوينت. في جهاز انترميديت ديفايس اسمه الفاير وول، في جهاز اسمه الاي دي اس، هنتكلم عليه لسه في الكورس، انتروجن ديتكشن سيستم، في جهاز اسمه الاي بي اس، انتروجن بريفنشن سيستم، لكشف الاختراقات ومنع الاختراقات بتاعتنا. كل الكلام ده تعتبر دي الانترميديت ديفايسز اللي الكورس مركز بنسبه 80% عليهم. امال كام في المية عن الاند ديفايسز؟ 10% بس عن الاند ديفايسز. يمكن جزء من ال 10% هناخده في السبوره دي، يعني جزء من ال 10 ساعات اللي هنحكيهم منهم في نصايه كده بنحكيها عن الاند ديفايسز في محاضره النهارده. طب هجيب الاند ديفايسز اللي هي اجهزه في الطرف، هجيب الانترميديت ديفايسز اللي هي اجهزه في النص، ولازم اعمل ايه؟ ولازم اوصلهم ببعض كونكتيفيتي. طب وازاي اعمل لهم كونكتيفيتي؟ عندنا طريقتين، يا وايرد، يعني ايه وايرد؟ يعني كابلات،
بالظبط كده. طب والكابلات دي ايه؟ في منها كابر، في منها فايبر. طيب وممكن نشتغل وايرلس ازاي؟ لسه في الكورس ان شاء الله عندنا 10% من محتوى الكورس بيتكلم على الوايرد والوايرلس والكابر والفايبر، وده يمكن اول جزء منه مع سيشن يمكن 5 و6 نتكلم بقى على الكابر والفايبر بشكل يكون كبير. وايرلس بس هيبقى قدام شويه، محتاج معلومات اكتر عشان نتعلم الوايرلس. طب حلو، ايه النقطه بقى اللي محتاجه شرح اكتر شويه في محاضره النهارده؟ يعني ايه نتورك ابلكيشنز اللي مخليه الاند ديفايسز هي المين كومبوننت؟ تعال على جنب شد خط، مثال على النتورك ابلكيشنز. يعني هندي 4 امثله على النتورك ابلكيشن، عايزك بس تديني فرصه اشرح لك الاربعه عشان خاطر دايما بعد اول مثال بيبقى الناس عندها حب استطلاع كده في الحاجه. استنى الاربعه احسن مع بعض هيخليك تقدر ان انت تستطلع الموضوع بشكل افضل. طيب ايه اول نتورك ابلكيشن عايز احكي لك عنها؟ هي اول تطبيق تم اختراعه في عالم الشبكات من قبل الجيش الامريكي، تطبيق اسمه HTTP. طبعا دلوقتي في تطبيقات اكتر، في اوبر بقى وفي كريم وفي ببجي وفي كلاش رويال وفي مش عارف كلاش اوف كلانز، وفي تطبيقات كتير قوي، اطلب وطلبات، سوق دوت كوم، دي كلها عباره عن ابلكيشن. انا عايز اكلمك عن قبلهم كلهم. قبل التطبيقات دي كلها كان في تطبيق اسمه HTTP موجود لحد دلوقتي، واختصار لهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. طبعا نفصصها عشان اول مره ناخد كلمه بروتوكول كده. يعني ايه كلمه بروتوكول؟ كلمه بروتوكول مقصود بيها set of rules، يعني مجموعه قواعد. تعمل ازاي القواعد دي؟ بلغه برمجه. مين اللي بيعملها؟ بروجرامر، مبرمج. ماشي، مبرمج عمل ايه؟ في مبرمج ليه عمل سوفت وير عشان خاطر يعمل ايه السوفت وير ده؟ يترانسفير. يعني ايه كلمه يترانسفير؟ ينقل. حلو، فهم الموضوع فيه نقل، يعني هنوصل الحاجه لجهاز يكون بعيد عننا، ريموت ديفايس، جهاز يكون بعيد عننا. طب هننقل ايه؟ البروجرامر ده عمل حاجه عشان ننقل هايبر تكست. يعني ايه كلمه هايبر تكست؟ يعني ريتش تكست. يعني ايه كلمه ريتش تكست؟ ريتش تكست مقصود بيها ان هو يبعت لك تكست مع بيكتشر مع اوديو مع فيديو. طب ماشي، وانا هستفاد ايه يعني من الاتش تي بي دوت؟ اتش تي بي الفائده الاساسيه ليه يوزد فور براوزنج. ويعني ايه مقصود ببراوزنج؟ انا مقصود ببساطه شديده انك انت تبقى موجود على الكمبيوتر بتاعك او الموبايل بتاعك، ويكون في جهاز بعيد فيه معلومه تخصك. مثلا من اسهل الحاجات دي الفيسبوك. ماله؟ فيسبوك عنده معلومات تخصنا، الفيسبوك عنده فولدر خاص ليا، فولدر خاص ليك، صفحه خاصه ليا، صفحه خاصه بيك. طب ايه اللي بيحصل؟ انت ممكن تبقى عايز تخش تشوف طب ايه اللي مبعوث جديد على الفيسبوك، ايه الاحداث الجديده، مين عمل لي لايك، مين عمل لي مش عارف ايموجي، مين عمل لي كومنت. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ سوفت وير اسمه الاتش تي بي هنا هيخاطب سوفت وير اسمه الاتش تي بي عند الفيسبوك ويقول له ايه؟ يقول له لو سمحت بليز سند. مين اللي بيبعت كده؟ البروتوكول نفسه بيبعت رساله محتواها بليز سند كوبي اوف ماي بيج. فبيعمل ايه الفيسبوك؟ روح داخل على صفحتك من الاكونت بتاعك، يروح جايب لك النيوز فيد. النيوز فيد اللي هو يعني الصفحه بتاعتك ومحتوياتك، يقول لك هير از ا كوبي. ده كده اسمه تصفح، انك انت من مكان بعيد دخلت لجهاز بعيد اللي هو الفيسبوك ديفايس اللي موجود في امريكا عشان تاخد الصفحه بتاعتك، عشان تاخد المعلومات بتاعتك. زي بالظبط ما انا هعمل دلوقتي. انا هعمل ايه؟ اخش على الفيسبوك، بس اول ما هكليك موبايلي بيبعت للسيرفر بليز سند مي كوبي اوف يور بيج، وبدا يبعت على طول كده. طيب بدا يبعت ايه الجديد بقى؟ يعني اي معلومات جديده باي حاجه جديده. اتبسط يعني هتتبسط. ماشي، انا المهم كده اللي حصل، سيرفر موجود في امريكا. يعني ايه بقى سيرفر موجود في امريكا؟ جهاز كمبيوتر موجود في امريكا وعمل ايه؟ وراح باعت لي نسخه من الملف بتاعي. طيب ده كده بنسميه ايه؟ ده كده بنسميه براوزنج. يعني براوزنج ان انا قاعد بتصفح. قاعد بتصفح ايه؟ قاعد بتصفح الصفحه بتاعتي عامله ازاي. ولازم يكون من اهميه الرولز بتاعه البروتوكول ده ان التصفح يكون سريع، وقتي. يعني ايه وقتي؟ يعني لما اطلب الحاجه تجي في 5 ثواني. هي تجي لي بقى ريتش تكست اللي هي الصوره مع كلام مع صوت مع فيديو. فده المقصود بهايبر تكست. معلش مثال كمان بعد كده افتح لك فرصه بعد بس الاربع امثله للاستفسارات. ان من اشهر برضو التطبيقات دي برضو كان عملها الجيش الامريكاني، تطبيق اسمه اف
تي بي اختصار لي فايل ترانسفير بروتوكول. وبرضو تعالوا نشوف كده مع بعض كلمة بروتوكول مقصود بيها ايه؟ رولز. طب عشان نعمل ايه؟ ننقل. ننقل يبقى ليه علاقة بخدمات الشبكة، بالسيرفيس. اذا كان بي دون ويز ريموت ديفايس، ان انا هنقل حاجة للريموت ديفايس او من ريموت ديفايس. هو ده تعريف نتورك ابلكيشن. يعني انا بحكي لك دي امثلة على مين؟ على يعني ايه كلمة نتورك ابلكيشن. طيب هننقل ايه بقى؟ رولز عشان ننقل الفايل. طب يعني هو ريتش تكست ما كانش فايل؟ هو الهايبر تكست ما كانش فايل؟ هيطلع من البروجرامر لما اخترع هنا بس ما عرفش يحط كلمة قوية. يعني انا مش معاه انه كان مسميها فايل، بس في الاخر يعني قال لك احط الاسم ده. المهم المحتوى، ان محتوى البرنامج ده، ان ايه الفايل اللي بيتنقل؟ هيوج فايل. فالبروجرامر لو حد فيكم بروجرامر وقرا الكود بتاع البرمجه يعرف ان الابلكيشن دي هدفها تنقل الفايلات الضخمه اللي مش هتتعرض وقتي، مش 5 ثواني وتتعرض وتنزل، لا ده هيوج فايلز اللي هي ممكن تاخد لها دقائق ساعات وساعات ايام عشان خاطر تقدر تتحمل. يعني الاف تي بي بيعمل وظيفه اعلى شويه من الاتش تي بي، واتقل شويه من الاتش تي بي، اقيم شويه من الاتش تي بي، لانه بينقل حاجات تكون اكثر ضخامه. يعني بنستخدمه برده في ايه؟ هيطلع بنستخدم الاف تي بي يوزد فور ابلود اند داونلود لمين؟ فور هيوج فايلز. معلش برده يعني كمثال كده، كمثال ال البي دي افات اللي بعتها لكم مع مجموعه الصبح، يعني بعت لكم على الواتساب البي دي افات. بعتها ازاي؟ ادي الموبايل بتاعي وادي الموبايل بتاع حضراتكم، وفي بيننا كان وسيط. مين الوسيط ده؟ الجهاز بتاع شركه واتساب. شركه واتساب عندها مجموعه من الاجهزه بيسموهم السيرفرز. يعني كلمه سيرفر؟ اجهزه لخدمتنا. في الاخر بيخدمونا ازاي؟ يوصلونا ببعض. فاي جهاز اسمه سيرفر هو عباره عن كمبيوتر. يعني ايش كلمه سيرفر دي؟ هي كمبيوتر وعليه سوفت وير لخدمتنا. طيب واتساب عندها سيرفر مخصوص اسمه الفايل سيرفر. ده غير السيرفر بتاع الشاتنج ما بيننا، غير السيرفر بتاع الفويس، غير السيرفر بتاع الكولز، انهم سيرفر للفايلات مخصوص. حلو؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ انا لما بعت الملفات راحت للسيرفر دوت. حصل ابلود من موبايلي للسيرفر، وبعد كده السيرفر فضل محوش الحاجه دي عنده، بس خلي بالك مش حاوشها كتير. يعني حاول تسحبها ليه؟ الفايل سيرفر بالذات قفوش شويه، تقريبا بياخد ايه؟ اسبوع اسبوعين مش فاكر، اسبوع اسبوعين بعد كده مش هيخلي الحاجه دي موجوده عنده، فالحق نزل عندك الملفات دي. ان بلاقي ناس ايه؟ على اخر كورس، باشا جيت انزل ملفات ما نزلتش، انت لسه فاكر تنزل ملفات؟ احنا بقى لنا بتاع 90 يوم في الكورس يا عم الحاج، فعشان كده بس ايه؟ الحق انزلها. ان الفايل سيرفر ده طبيعته كده زي ما بقول لك، انه مش هيحافظ على حاجه كتير. ليه؟ عشان خاطر هو مش عايز يخزن الحاجه لوقت طويل عشان ما يخلصش منه الريسورسز، يعني ايه مصادره ما تخلصش، الاستورج عنده ما يخلصش. فالحق اعمل ايه؟ عايزك تبقى تلحق تعملها داونلود. طيب فشويه بي دي افات بتكون ضخمه شويه بالنسبه لنا، كانت هتاخد شويه وقت في التحميل، انا بعمل لك ابلود وبعد كده انت بتعمل لها داونلود. وعايزك بقى في حته كلمه ابلود وداونلود دي تشوف ليه في كلمتين، يعني ما اسمهاش لودنج وخلاص، لودنج رايح لودنج راجع. يطلع كان ليها سبب لما اخترعوها. لما اخترع البروجرامر للاف تي بي كان ده تخيله ان الموظفين والناس العاديه اليوزرز العاديه موجودين على الارض. فلو حد على اللابتوب بتاعه مثلا موبايله، فانا واقف على الارض، واحد معاه اللابتوب على الارض على الكره الارضيه، وان السيرفرز دي بتبقى موجوده بالنسبه له كده في السماء في السحاب. يعني كنا بنرمز دايما حتى للسيرفرات اللي على الانترنت دايما بكلمه السحاب. فهو كان دايما تخيله في ايه؟ ان الشخص اللي هيبعت حاجه وهيستقبل حاجه على الارض، والسيرفر الوسيط ده موجود على الانترنت، فبنعتبره في كلاود كده في سحاب. حسبها بقى بالشكل ده، من الارض للسحابه، من الارض للسحاب اب. طب وبعد كده من السحابه للارض مره ثانيه داون، فابلود وادي يا سيدي كمان الداونلود. فجت كلمه اب انها من الارض للسماء، داون من السماء للارض، فده ابلود داون. في الاخر هما الاثنين عباره عن ايه؟ هما ترانسفير للفايلز، ما ننكرش، بس عشان بس تبقى عارف ايه مصطلحات الشبكات. اديني معلش فرصه لسه لمثال كمان. ان من الامثله الخاصه بايه؟ بنتورك ابلكيشنز. نتورك ابلكيشن مشهور جدا واتمنى يكون فيكم ناس جربته، اللي هو حاجه اسمها الاس ام تي بي وحاجه اسمها البوب 3. دول مكملين لبعض. اس ام تي بي اختصار لي سمبل ميل ترانسفير بروتوكول. طب والبوب 3؟ والبوب 3 بوست
Office Protocol Version 3. طيب دول بيعملوا ايه؟ دول ليهم علاقة بالإيميلات الإلكترونية، إيميلز. إزاي؟ أبعت جوابات إلكترونية. بص بقى يا سيدي، عشان أبعت جواب إلكتروني يبقى أنا شخص معايا الموبايل أو اللابتوب، وعايز أبعت الموبايل، عايز أبعت ميل لشخص تاني، الشخص ده اسمه عمرو وأنا اسمي أحمد. طيب عشان نقدر نبعت الجواب بشكل إلكتروني نبعتها إزاي؟ عمرو جايز ما يبقاش فاتح 24 ساعة، جايز دلوقتي مش متاح، جايز مش اونلاين، جايز الباقة خلصت منه. هنجيب وسيط، طالما وسيط يبقى اسمه سيرفر. يعني ايه كلمه سيرفر؟ جهاز عليه سوفت وير عشان يخدمنا. ممكن على فكره يبقى جهاز كمبيوتر عادي، ساعات ممكن يبقى لابتوب عادي ويخدم بس 2 3 4 ويبقى برده اسمه سيرفر. فالقصد بكلمه سيرفر هو جهاز عليه سوفت وير عشان يخدمنا. طيب لو بنتكلم بقى على الخدمه دي لو بشكل كبير، مين السيرفرز دي؟ في سيرفرز اسمها الميل سيرفر. يعني ايه ميل سيرفر؟ سيرفر بيخدمنا خدمه الجوابات. من اشهر الميل سيرفر لو تسمع عن الجيميل اكيد، مين كمان؟ ياهو ميل، مين كمان؟ هوت ميل. ايه دول كلهم؟ دول كلهم هم عباره عن حاجه اسمها ميل سيرفرز، يعني كمبيوترات موجوده في امريكا، كمبيوتر اسمه الجيميل، واحد اسمه الياهو ميل، واحد اسمه الهوت ميل، موجودين في امريكا. ماله بقى كل سيرفر من دول؟ جوه فولدر. فولدر يخصني انا كاحمد، فولدر يخص عمرو، فولدر يخص كل واحد عامل اكونت مع الجيميل او مع الهوت ميل او مع الياهو ميل مع السيرفر ده. طب وبعدين ازاي بيتم عمليه نقل الجوابات الكتروني؟ بص يا سيدي، عشان احمد يبعت جواب لعمرو يقعد يكتب على الموبايل او على اللابتوب الميل، بعد كده يروح كاتب كده تو، ماشي، تو مين؟ تو عمرو. قال له انا عايز ابعت على عمرو. اللي تبع اني سيرفر؟ اللي عامل اكونت على اني سيرفر؟ اللي عامل اكونت على الجيميل دوت كوم. لازم وانت بتكتب انت عايز تبعت لمين تكتب اسم السيرفر والفولدر اللي جواه عشان تبقى العمليه واضحه كعنوان، كعنوانه واضحه. طيب كده ايه اللي هيحصل؟ يطلع اول ما انت بتدوس سند سوفت وير اسمه الاس ام تي بي، مسؤول عن ايه؟ انه كهرولز ينقل الميل ببساطه. ببساطه ازاي؟ دوس انت سند وهو هيبعت الميل لمكتب البريد بوست اوفيس، يعني مكتب البريد اللي هو السيرفر دوت. طب معلش الميل بيتنقل ازاي؟ الميل بيتنقل الاول لفولدرك، وبعد كده من فولدرك لفولدر عمرو. طب لفولدرنا ليه؟ حاجه اسمها سنت ايتمز اوت بوكس، والعمر في الان بوكس بتاع عمرو، هو خلاص وصل له الميل. مين المسؤول ان هو ياخد الجواب وياخده ويبعته ويوصله الاول للسنت ايتمز بتاعتك ومنها للان بوكس بتاع عمرو؟ ده سوفت وير اسمه الاس ام تي بي. مسؤول عن ايه يعني الاس ام تي بي ده؟ مسؤول ان هو يسن الالكترونيك ميل، يبوش الالكترونيك ميل. طب يعني هو الاف تي بي ما يعرفش يعمل كده؟ لا، الاف تي بي كان ممكن يتوه في وسط الخطوات دي. الاف تي بي مش ديزايند لحاجه زي دي. الاف تي بي لو حد قرا البروجرامنج بتاعه يعني ما يعرفش ان هو ياخد الحاجه ويحطها من فولدر لفولدر ومن سنت ايتمز لانبوكس، يعني ما فيهوش التفاصيل دي كلها. فالاف تي بي غشيم شويه في الحته دي، عشان كده لكل عيش خبازه. عايز تبعت ميل اس ام تي بي، عايز ترفع ملف ضخم يبقى الاف تي بي. عارف كل حاجه وليها تطبيقها، ومين اللي بيتحكم في كده؟ مش انت، الاوبريتنج سيستم بتاعك الويندوز والاندرويد والاي او اس بتاعك هو اللي بيتحكم. تدوس على حاجه هو يقول لك انا هشغل لك اس ام تي بي، انا هشغل لك اف تي بي، انا هشغل لك اتش تي تي بي. طب وبعدين؟ مبروك الجواب وصل للفولدر بتاع عمرو. وبعدين عمرو بدا ان هو يفضى بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثه. بيعمل ايه عمرو ساعتها؟ بيفتح الكمبيوتر بتاعه وبيفتح الابلكيشن اللي بيسحب بيها الايميلات. هوب، في ابلكيشن فرقه، هتروح تسحب الايميل من الفولدر وترجع. اسمها ايه الابلكيشن دي؟ هي دي اسمها البوب 3 بوست اوفيس، يعني مكتب البريد بروتوكول قواعد اصدار الثالث. واضح ان كان في اصدارين قبليها بس انا ما وعيش حتى الاصدارين القدام دول، يعني انا اول ما وعيت وعيت على 3 ولسه شغال لغايه دلوقتي. بيعمل البوب 3 دوت؟ عنده المقدره كتطبيق انه يخش على الفولدر يسحب لك الجوابات، بنسميها يبول الجوابات، بنسميها ريتريف الايميل. يعني كلمه ريتريف؟ يخش يسحب لك الجوابات ويستلمها لعمرو. عمرو يفتح الجهاز بتاعه، يفتح الابلكيشن بتاعت الميل، هوب هو يروح داخل يسحب الجوابات، يقول له جالك الجوابات الفلانيه من فلان ومن فلان ومن فلان. تعرف المنظومه بتاعت الميل محتاجه اثنين بروتوكول كده يصعب، واحد يبوش يزق، وابلكيشن ثانيه اسمها البوب 3 تبدا انها تسحب الجوابات بتاعتنا. كل دي تطبيقات كانت هدفي بيها ايه؟ اشرح لك مثال على كلمه يعني ايه نتورك ابلكيشن، اللي هي خدمات، خدمه الميل، خدمه الابلود والداونلود، خدمه البراوزنج. طب وليه كنت بشرح لك كل دول؟ كنت عايز اقنعك ليه الاند ديفايس هو المين كومبوننت، عشان هو اللي عليه الحاجات دي.
الكمبيوتر هو اللي عليه الاتش تي تي بي والاف تي بي والاس ام تي بي، الموبايل هو اللي عليه الاتش تي تي والاف تي بي والاس ام تي بي، البلاي ستيشن على فكره البلاي ستيشن اتش تي بي وعليها اف تي بي، فتقدر ان انا استخدم ابلكيشنز كمان ثانيه جوه البلاي ستيشن، فعليهم ابلكيشنز كتير. ولكن اهم ابلكيشن بقى ليا النهارده اللي هختم لك بيه الحته دي تريح، هو الابلكيشن الاتي. ابلكيشن هتحتاجها انت كتير كمهندس شبكات، قصدي هنا كمهندس شبكات مش شرط تكون يعني دارس هندسه الشبكات، يعني مفيش حد اعتقد بيبقى دارس حاجه اسمها هندسه الشبكات في مصر، يعني مفيش تخصص هندسه الشبكات. انا قصدي يعني اتصالات وبتدرس شبكات، حاسبات وبتدرس شبكات، حاسبات ومعلومات، اي تي وبتدرس شبكات، ايا كان تخصصك ايه، محامي يا سيدي وبتدرس شبكات، بقيت انت مهندس شبكات. فلو انت مهندس شبكات هتحتاج للتلنت ده. ليه بقى؟ ده تطبيق بيساعدك انك انت تعمل حاجه اسمها ريموت لوج ان. يعني كلمه ريموت لوج ان يعني ريموت كونفيجريشن. يعني ايه كلمه ريموت كونفيجريشن؟ ان انت تخش على جهاز بعيد عنك يكون في بلد ثانيه وتعمل له سيتنجز. كلمه كونفيجريشن دي هتحسها ان شاء الله قوي بس بعد ما نعمل اول معمل لينا. انا لسه طبعا اسبوعين كده على ما نعمل اول معمل بس تبقى فهمت يعني ايه شبكات، يعني ايه اي بي، يعني ايه ماك، يعني ايه راوتر، يعني ايه سويتش. ساعتها نقدر لما نعمل معمل تبقى انت فهمت بتعمل ايه. فالكونفيجريشن دي هتطلع ان انت بتخش على الراوتر او السويتش تديله اوامر تبرمجه، ما تخافش مش بلغه برمجه، بالانجليزي عادي ماشي لو الجهاز جنبي هبرمجه، لكن لو بعيد عني يطلع فيه تطبيق اسمه التلنت يخليك من هنا ممكن افتحه على الموبايل بتاعي، انا مازال الموبايل بتاعي، اخش على اي راوتر او اي سويتش انا عارف الباسورد بتاعه، اي راوتر اي سويتش انا عارف حاجه اسمها الاي بي بتاعه، اخش اعمل فيه ايه؟ اظبط له سيتنج، ازود له فايلات، امسح من عليه فايلات، اظبط فيه اي حاجه. لدرجة ان في شركه البيزنس بتاعها بالمليارات، كسبها بالمليارات، وقايم البيزنس بتاعها على ابلكيشن زي التلنت. عارف الشركه دي مين؟ شركه اورنج بيزنس سيرفيس. السيرفيس بتاعتها قايمه بشكل كبير قوي وارباحها بشكل كبير على تطبيق زي ده. اورنج بيزنس سيرفيس شركه بدات ازاي؟ يمين انك تعرفها، لان اورنج بيزنس سيرفيس هي ان شاء الله تبقى اسهل فرصه شغل للحاضرين. ليه؟ لو عارف شويه انجليزي حلوين خلاص خلصت سي سي ان اي، فانت ان شاء الله باذن الله تبقى اسهل فرصه. يعني بياخدوا ناس كتير جدا جدا، خصوصا لو بنات 70% انت مقبوله في شركه اورنج بيزنس سيرفيس، لان هم بيعتبروا ان البنات مور ستيبل. ليه؟ هتيجي البنت هتقعد عندي في الشركه وهتنتخ بس كده، اما الولد عايز يسيبني وعايز طموح وعايز فلوس اكتر، لكن البنت 8500 جنيه هتبقى مبسوطه، بتخلص الشغل بتنزل المول تعمل شوبينج هتبقى مبسوطه، هتروح السينما وتحضر حضرات صاحبتها بالليل في نفس برضه المول هتبقى برضه مبسوطه. شركه اورنج جاذبه جدا جدا، 70% منها بنات، فعشان كده لو انت بنت 70% انت اكسبتد، بتتكلم انجليزي كويس بتي 90% اكسبتد، معاكي سنين انت 100% اكسبتد. اه طبعا شباب فاست ريزاين ليه سنه بالكتير وعايز ينقل لدل عشان ياخد بدل 8 ونص 11 12، عن ال ان سي ار واخد لي 14 15، عن اللي فودافون، فعارف ايه. فالشباب كده كان بنت ممكن ايه، انا اشتغلت بعدين انا عايزه ايه من الحياه غير ان انا اشتري الفستان، اشتري مش عارف احضر عيد ميلاد صاحبتي بس كده. والله على فكره عايش ايش، مش بتريق ولا قصدي اضايقكم، بس هو دي مش حقيقه يعني في الاخر ايه، مش حقيقه والله في طموح. ايه ده وطموح هينتهي بعد اول فلوس ما تقبضوها، يعني اول ما تقبضوا الفلوس خلاص طموح ايه، انا خلاص بقيت معايا فلوس مش هاخد من حد حاجه. طيب بص، فيه طبعا يعني كان لسه حد كان بيقول لي كان بنوته بتاخد معايا كورس قال لي نقلت لدل، يعني كان عندها طموح ان هي تطور من نفسها. طيب احكي لك بس قصه اورنج ليه سكسس ستوري لكثير من الحاضرين معايا الكورس واشتغلوا فيه. اورنج بدات ازاي؟ اورنج بدات بفكره بسيطه قوي، ان احنا هنحط راوترات وسويتشات اشتروها من سيسكو، بس بقت ملك الاورنج خلاص، يعني دفعوا فلوسها لسيسكو، وحطوا الراوترات والسويتشات دي في سنترالات باريس، هي اصلا شركه فرنساوي بدات في باريس. حلو. حطت الراوترات والسويتشات في سنترال باريس، وبعدين ربطوا السويتشات دي مع بعض والراوترات دي مع بعض، كونوا شبكه برايفت مالهاش دعوه بالانترنت، يعني الكابلات بتاعت اورنج، السويتشات والراوترات بتاعت اورنج، مفيش اي حاجه ليها علاقه بالانترنت. بعدين بداوا يعملوا بقى اعلانات للشركات. تحبوا نربط لكم فروع البنك بتاعكم والشركه بتاعتكم اللي في باريس ببعضيها؟ في شركه رحب بنك مثلا قال له ايوه انا عايز اربط الفروع بتاعتي اللي في باريس كلها ببعض، تربطها لي؟ قال له هنوصلك على شبكتنا، يعني هناخد وصله من شركتك لحد اقرب راوتر لاورنج باريس، وفرع شركتك الثاني لحد اقرب راوتر في باريس، ونخليك تعدي من شبكتنا، بس هتدفع كارتك. بمعنى ايه تدفع كارتك؟ تدفع فلوس انت معدي على الشبكه اللي انا اشتريتها وراوترات وسويتشات من سيسكو وموظفين عملوا كونفيجريشن، تدفع فلوس. الشركه قالت له ماله نجرب.
شركات لقت نفسها شبكه بتكبر البيزنس بتاعها بتحسن الدنيا. اورنج طمعت قالت لك بس نخرج من باريس نعمل لينا تواجد في نيس، نحط راوترات في نيس، في بوردو نحط راوترات وسويتشات. المهم عملوا شبكه غطت فرنسا كلها، واي حد عايز يربط شرق فرنسا بغرب فرنسا تقول له تحب، يقول لهم اه احب، شبكه مخصوص مفيش هاكرز عليها، مفيش حد من على الانترنت بيخش عليك، دي شبكه برايفت خاصه بيك بس تدفع فلوس. اه ادفع فلوس، وبدات ان هي تدي للعملاء بتوعها شبكه اسمها برايفت نتورك. الموضوع بدا يكبر، قال لك احنا عايزين نخش على انجلترا، اسبانيا، البرتغال، المانيا، بدا يحط الراوترات في كل العواصم الاوروبيه، واي حد عنده شركه في اوروبا وليه فرع تاني في اي حته في اوروبا يعملوا له توصيله وياخدوا فلوس. كل ما المسافه تبعد كل ما ياخد منك فلوس اكتر. يعني فرعين جوه باريس كان يوم ساعه، لكن فرع باريس بفرع لندن لا، دي شبكه خاصه بكابلات ممدوده مسافات بعيده تدفع فلوس اكتر والشركات بتدفع. المهم كبرت الموضوع، قال لك طب ما تيجي نفتح كمان بقى لينا في امريكا. يعني بداوا الاول باوروبا وبعد كده فتحوا في امريكا. فعلا عملوا كابل واصل من اوروبا لامريكا، كابل من اوروبا كان من ايرلندا ماشي عبر المحيط الاطلنطي لحد ما وصل واشنطن في امريكا، كبر عب مر بالمحيط الاطلنطي. وعملوا ايه؟ عملوا اجهزه في سنترالات امريكا، اي حد عنده فروع في امريكا عايز يوصل باي حد عنده فروع في اوروبا احنا هنوصله ويعدي على الكابلات بتاعتنا. يعني ليهم كابلات بتاعتهم، لدرجه من ان هم كانوا حابين يعملوا كابلات كتير فتحوا شركه كابلات. شركه كابلات يعني شركه لمد الكابلات، شركه عندها غواصات تنزل عبر المحيط تمدي لك الكابل، اسمها شركه فلاج، شركه مشهوره قوي هتيجي سيرتها معانا في الكورس كتير. فشركه اورنج مالها؟ شركه فلاج تعتبر شركه تابعه ليها لكن بإدارة مستقله. اورنج تعمل ايه؟ تحط الراوترات والسويتشات، الكابلات تمدها فلاج، وبتبدوا يعرضوا خدماتهم على الشركات والبنوك والهيئات والانتربرايزز اللي بيسموها. طب بعدين الموضوع ده يكبر، الناس اللي في اوروبا وفي امريكا كان ليهم بيزنس في مناجم في افريقيا، في مناحل في اسيا، قال لك طب ما تربطوا لنا شغلنا بافريقيا واسيا. بدات شركه اورنج تحط راوترات وسويتشات في كل حته في العالم، استراليا، اوروبا، اسيا، امريكا، افريقيا، المهم خطط العالم كله فعلا. وقررت بقى قرار شبكتها عشان كبيره تحصل فيها مشاكل كتيره، فجاه راوتر يبوظ، فجاه كونفيجريشن تسقط، فجاه اوبريتنج سيستم يحصل له مشكله، اذا لازم يكون في سنتر للمتابعه، سنتر للترابل شوتينج، سنتر لحل المشكله. اختاروا ان السنتر ده يكون موجود فين؟ في مدينه نصر. ده مش هبد، ده حقيقي، في سنتر خاص بيهم موجود فين؟ واخدين مبنى كامل في سيتي ستارز. سيتي ستارز ده مول وحواليه مباني اداريه. سيسكو واخده دور، اسف مش دور، واخدين نص دور في المباني الاداريه. اورنج واخده مبنى وحته من مبنى تاني، مبنى 11 دور في 1500 موظف، قاعدين الموظفين دول 24 ساعه في الشركه. طبعا دلوقتي بسبب الكورونا اغلبهم قاعد في البيت، يعني فروم هوم، قاعدين في الشركه او من البيت. ايه اللي بيحصل؟ تحصل مشكله في راوتر في برلين، مهندس من مصر تلنت على الراوتر اللي في برلين يعالج مشكلته، مشكله في سويتش في الهند تلنت على سويتش في الهند يعالج مشكلته. وساعات ممكن لما يخش يتلنت لان المشكله محتاجه تدخل يدوي. يعني ايه؟ لما دخل لقى المشكله مش مشكله سوفت وير ولا كونفيجريشن ولا حاجه تتعمل من بعد، لا ده المشكله محتاجه ان احنا لازم نبدل كابل، نشيل كارت، فدي محتاجه تدخل يدوي. عارف ممكن مين يساعدنا في التدخل اليدوي ده؟ بتاعت التاتش اللي انا كنت رسمها من شويه، ان احنا بعد كده كل ما اورنج تركب راوترات وسويتشات فراك زي الراكات دي، ابتدوا ان هم يعملوا ايه؟ يحطوا جنب الراك شاشه تاتش، والمهندس قاعد ايه في بيتهم يمد ايده في شاشه، الشاشه ايده تطلع من الناحيه الثانيه في الهند، هل يروح مركب الكابل ولا شايل الكارت وخلاص ظبط القصه على كده. ادي فايده الفايده التاتش، يعني مش لازم فايده تبقى ايه كيس او تاتش او حاجه زي كده، ممكن تكون انا هركب حاجه بايديا من بعد. المهم طب ايه اللي بيحصل دلوقتي عشان خاطر تقنيه التاتش دي مش متاحه؟ اللي بيحصل دلوقتي ان لما بتحصل مشكله للمهندس اورنج بالتلت بيعرفها بيحجمها، وبعدين عارف ان المشكله لازم نركب كابل بايدينا، نفك كابل مثلا، نفك كارت، يروح متكلم فني. اورنج عندها فني في كل سيتي في العالم، يعني كل مدينه في العالم، بيكلم الفني يقول له بقول لك ايه، احنا عندنا مشكله في الراوتر اللي في كذا اللي في سنترال برلين، هتروح بكره تفك كارت وتروح مركب كارت مكانه، تمام؟ اه خلاص الكلام نزل على السيستم، فدي بقت مسؤوليتك مش مسؤوليتي. بعد ما تخلص اكتب على السيستم ان انت خلصت عشان اخش ترابل شوت تاني. ترابل شوت يعني ايه؟ اشوف المشكله قايمه ولا لا ثرو النت. فانا قصدي ان الناس قاعده في مصر بتراقب الشبكه دي كلها، عشان كده بقول لك اورنج فرصه شغل سهله ليه؟ انها بتاخد ناس كتير، بتاخد ناس كتير، شبكه العالم كله، يعني اورنج بزنس في العالم كله اللي بيديرها مصريين، وعلى طول زي ما انت بتقول ناس بتسيبها. ليه بتسيبها؟ عشان مرتبات تبعت مش حلوه، يعني 8500 جنيه ما بقتش طموح لبعض الشباب دلوقتي. بس احنا بالنسبه لنا لو بنستارت وماله، مالهم 8 ونص في الاول، وهم اللي هيجيبوا 16 وهم اللي هيجيبوا 20، يعني شويه بشويه. فلازم ان هي بقت ناس كتير بتموف وتروح لشركات ثانيه. ليه؟ هو في شركات بتنافس اورنج نفس الحدوته بتاعت اورنج دي،
قلدتها فودافون، بس اسف فودافون اصغر شويه وعامله في اي اس. طب برضو شبكه فودافون مصر بتديرها؟ لا، مصر للاسف وثقوا فيها ان هي تدير شبكه فودافون ايجيبت، يعني الشركات اللي فاتحه في مصر، فودافون المانيا، ودي حاجه كويسه ان الشركات الالماني كلها وكل الفروع لاي حد في يمين المانيا عايز يوصل بشمال المانيا، فودافون في مصر هي اللي بتديره. فودافون اسبانيا، يعني اسبانيا اي حاجه في اسبانيا بيتكلموا هنا في مصر، هو اللي بيخش يترابل شوت برضو ويحللوا المشكله. وفودافون ايطاليا، فرنسا، دي في دول كتيره بدات ان هي تثق في مصر. بس اورنج بيزنس كل دول العالم، يعني كل البيزنس بتاع اورنج موجود في مصر، لكن انا في بعض الدول وان شاء الله تتوالى الدول وكلها تبدا تفتح في مصر. طب ليه بيفتحوا في مصر؟ يا مصر حلوه. ايوه طبعا مصر حلوه. في ايه؟ مصر ام الدنيا. ازاي؟ اولا احنا نتكلم انجليزي كويس. احنا بنتكلم انجليزي كويس، اصل انت ما شفتش الانجليزي بتاع الهنود، شفتش الانجليزي بتاع الفرنساويين ذات نفسهم، يعني الانجليزي بتاع الفرنساويين برضه ما يتفهمش قوي، الانجليزي بتاع الصينيين ده كارثه مصيبه. فهو بالنسبه له ايه؟ الانجليزي بتاع المصريين كويس. يا سيدي سيبه يقول صفر، سيبه يقول صفر مش مشكله، احسن ما نسمع واحد هندي هيقولها بشكل اصلا مختلف، سيبه يقول سينكينج بدل ثينكينج عادي هنفهم برضه منه. فنظر الانجليزي بتاعك هيبقى مقبول. اثنين شاطرين، احنا كمهندسين شاطرين، يعني بشويه كورسات بنبقى حدين، اكل العيش برضو مره ويخلينا ايه عندنا حماسه هشتغل على نفسي وهبقى كويس. فلقوا ان المصريين كويسين فقررت مين كمان تفتح؟ ديل. هنا امال ديل اي ام سي فتحه مبنيين في التجمع الخامس بيديروا البيزنس بتاع شركه ديل. طب هي شركه ديل برضو عندها راوترات وسويتشات وكلام من ده؟ لا، شركه ديل عندها سيرفرات، عندها ستورج ديفايسز، اجهزه تخزين معلومات كبيره. ومين اللي بيدير المشاكل بتاعتها كلها؟ برضو اللي بيدير مشاكل بتاعتها كلها مصريين. وعلى فكره عندها ديل سويتشات بس مبيعات السويتشات بتاعتها قليله شويه، بس في تيم في مصر ديل اي ام سي في التجمع الخامس ده تيم للنتورك، يعني مشكله السويتشات بيتصلوا بينا في مصر نخش نعالج لهم المشكله دي، لكن لسه ما عندهمش مثلا راوترات او فاير وولز او غيره. طيب مين كمان؟ في بقى اللي هياكل السوق الفتره الجايه، استعد ربنا يكرم كده بقى والدنيا بتاعت الكورونا دي تخلص تبدا تفتح فرص ثاني. شركه اي تي ان تي مع الوكيل بتاعها في مصر ان سي ار، شركه ان سي ار حلو، واي تي ان تي عباره عن سيرفيس بروفايدر كبير قوي قوي في امريكا. اي تي ان تي وبدا يفتح في مصر، مش بدا، هو فتح اوريدي في مصر. فتح في مصر فين دلوقتي؟ في الجيزه، ده جنينه الحيوانات كده عندهم مقر، بس ناويين يفتحوا كمان في التجمع الخامس، وبرضه هيسحبوا مهندسين كتير، اوريدي سحبوا مهندسين اول ما بداوا كتير، يعني فضوا ناس كتير من اورنج، فضوا ناس كتير قوي من دل، ان هم دخلوا ايه؟ احنا عايزين ناخد الناس الكويسه. طب اعمل ايه؟ تاخد 8 اديك 16، حلو الكلام. بتاخد 10، في ناس اعرفهم والله خدوا 25000 جنيه، طبعا الناس ايه اقدم شويه، قال انت بتاخد كام؟ انت بتاخد اصلا 15، طب انا اديك 25000. طبعا يعني انا لو 1000 جنيه زياده انا معاك، يعني في الاخر ايه من عينيا الاثنين يا باشا، انت بتقبض ليه؟ لان بدايه الكلام 25، فنهايته هيبقى فيها حاجات احلى واحلى. مال مال الاورجانيك. طيب فالقصد اي تي ان تي والسيستر كومباني بتاعتها في مصر ان سي ار، يعني شقيقتها ان سي ار، فاتحين في مصر وبرضو عندهم راوترات وسويتشات في كذا حته في العالم، ومخليين برضو المصريين هم اللي يديروا البيزنس بتاعهم. طب و25000 ده مش كتير؟ ده كده عاملين كوست ريدكشن. ازاي؟ لما يديك 25000 اللي بياخد نفس الليفل بتاعك ده في امريكا كان بياخد 16000 دولار. يعني انا بكلمك على 25000 ده اللي هو بيبقى ليفل عالي شويه. هم بص بياخدوا الناس ليفل 1 اللي هو لسه سي سي ان اي، ليفل 2 اللي هو معاه سي سي ان بي، سي ليفل 3 اللي هو ايه داخل على سي سي اي، يعني ذاكر او خد السي سي اي، فده بيديله 25000. ده كده ضحك عليه على فكره. ليه ضحك عليه؟ ان نفس الراجل ده في امريكا كان بياخد 16000 دولار، ده هو كده منزل الكوست بتاعه قد ايه؟ منزل الكوست بتاعه 15 مره، يعني اقل 15 مره. فالقصد يعني كده هم كسبانين. حلو، واحنا عايزين كده، احنا عايزين نبقى احنا كمان معاهم كسبانين شركاء النجاح. وعليه كل دول بيعتمدوا على تطبيق زي التلنت عشان يديروا الشبكه بتاعتهم من بعد. فاتمنى انك تحب هذا التطبيق. ليه؟ لان احنا مع لاب 2 هنبدا نجرب هذا التطبيق. ليه؟ نبقى نجرب نعمل تلنت كده على الراوترات بتاعت بعض والكلام من ده، عشان خاطر نعرف نعمل كونفيجريشن ريموتلي بحيث نتعود عليه، عشان خاطر ان شاء الله في الشغل ما يبقاش عندك الرهبه بتاعته. طيب تقدر تاخد صوره بالسبوره وتريح، تفصل لك كده 10 رايق. اهم حاجه بس وانت بتريح بلاش تقف قدام الباب ده، عشان خاطر جيراننا بيخافوا من الكورونا قوي، فاول ما حد يقف ايه ده احنا هنكلم البوليس، ده انتوا هتجيبوا لنا الكورونا مش عارف ايه وبتاع. فبدل بس ايه ما يعملوا مشاكل معانا، يعني لو حد عايز يبقى بره العماره براحته، عايز يبقى جوه في اماكن للتدخين، في اماكن لو عايز حاجه سخنه لسه الكافيتيريا سوفت اوبننج، بس ان شاء الله هنبدا نجيب بقيه الحاجات، يعني في حاجات بسيطه ولكن هنجيب بقيه الحاجات قريبا. ف 10 دقه ثم نعود، يعني حرك رجلك كده والدوره الدمويه ثم نعود. قول لي مين
مين فيهم؟ اه شفت. ما بلاش بقى تحزنهم بقى، ما بلاش تحزنهم. لا انا مش حزنان، انا مبسوط. طيب يعني ايه بقى توبولوجي؟ احنا جبنا الكومبوننتس وعايزين نربطها ببعض، فعشان نربط الكومبوننتس ببعض حاجه اسمها طرق التوصيل. فتوبولوجي طريق التوصيل، توبولوجيز يعني طرق توصيل. حلو، تعالى بقى نشوف مع بعض طرق التوصيل. لك يا حسيت الدنيا احسن لما بتسمعها تاني ولا تحس انها مراجعه؟ بجد والله. طب كويس، كويس انت خدت قرار انك انت ايه تجرب انك تعمل الحركه دي. عارف الحاجه بتخش ايد تاني مره بشكل احلى اوضح، تحس الصوره ايه كانت مغرمشه شويه بتبدا توضح اكتر واحد. مع الكورس لما يكمل برضو الدنيا بتوضح احسن، فكويس كده. ساعه يبقى مجهود كبير عليك بس يعني الفايده هتبقى احلى. بس هي طالما انت ما فيش حاجه كنت هتعملها يبقى كان خساره الوقت يضيع في ولا حاجه، كان يضيع في الكورس احسن. انا اعتبر ان انا كده اكني بذاكر لك براجع لك بس بديك درس خصوصي. ايه يا رب ربنا يكرمك. مفيش احلى من كده طبعا. طيب لو هنحكي عن التوبولوجيز طرق التوصيل، طبعا هنتكلم لسه عن اني شبكه الاي بي نتورك. عايزين نشوف ايه طرق التوصيل المختلفه. تعال احكي لك بقى طرق التوصيل هم خمسه، هيطلع الخمسه هي اللي بنشتغل بيها بشكل اكبر دلوقتي. بس الاولى هي اللي جابت الثانيه، والطريقه الثانيه هي اللي جابت الثالثه، والثالثه اللي جابت الرابعه، والرابعه اللي تطورها بقى هي الخمسه اللي بنشتغل عليها. عايز اجيب لك الموضوع من اول طرف الخيط. ان بدات طرق التوصيل بايه؟ بدات طرق التوصيل ان هم كانوا عايزين في الجيش الامريكاني كمبيوتر يوصل بكمبيوتر. طيب قالوا طب عشان اوصل اثنين كمبيوتر بس، ده عنده ملفات خاصه بالجيش، اتنقل هنا اعمل ايه؟ قال لك نوصلهم بكابل، كيبل بس كده، بس كده. دي سموها طريقه توصيل؟ اه دي سموها بوينت تو بوينت توبولوجي، طريقه توصيل من نقطه لنقطه، من جهاز لجهاز. وبعد كده قالوا طب افرض بقى كنا عايزين نوصل ثلاث اجهزه ببعض. اه بداوا يفكروا كده، لو عايزين نوصل ثلاث اجهزه، جهاز اسمه ايه؟ بجهاز اسمه بي، بجهاز اسمه سي. لا طب لو اربع اجهزه بكمان جهاز اسمه دي. طب عشان نوصل الاجهزه دي ببعض هنوصلها ازاي؟ بص الطريقه الاولى اللي اخترعها، انا هقول لك كل طريقه ومين اللي اخترعها. كان الجيش الامريكاني. ليه اول واحد جربها فهو اللي اخترعها؟ ثاني طريقه توصيل اخترعها شركه اي بي ام. واللي دخل اي بي ام في الموضوع، اي بي ام من زمان وهي اول شركه عملت كمبيوترات اساسا، هي اللي اخترعت تعتبر الكمبيوترات. قالت لك اختراع كمان شبكات للكمبيوترات. فعملت ايه شركه اي بي ام؟ قالت لك لو عندي اربع اجهزه اربطهم ازاي؟ قال لك احنا نربط الجهاز الاول بالثاني، الثاني بالثالث، الثالث بالرابع، الرابع بالاولاني مره ثانيه. ازاي؟ نربطهم على شكل دايره مغلقه، وسموا طريقه التوصيل دي الرينج توبولوجي. يعني هي عباره عن تطور البوينت تو بوينت، يعني بوينت تو بوينت مع واحد، بوينت بوينت مع الثاني، نلف لحد ما نرجع للاول ثاني، بقت اسمها رينج. بس كان فيها شرط عشان تتنفذ الفكره دي، ان المهندسين بتوع اي بي ام قالوا ان لازم كل كمبيوتر يبقى فيه كارتين للشبكه، يعني زي ما فيه الكارت ده ضربت شبكه يبقى واحد اثنين، واحد سند واحد رسيف، يعني واحد ابعت الداتا للي بعد، واللي بعد يستلم من كارت، يقدر يخرج من اللي بعده، واللي بعده يستلم من كارت. سند ريسيف، سند ريسيف، او ممكن نسميها كارت اوت كارت ان، كارت يخرج اوت كارت يستقبل ان، اوت ان وهكذا. طب يعني مثلا لو حد حب يبعت داتا من ال سي واحنا شغالين بطريقه الرنج دي، ايه اللي هيحصل؟ ايه مش هتعرف ولا ايه؟ معلش كنت فاكرك بتعمل دماغ جوه. فلو ايه عايز يبعت حاجه ل سي، الداتا كانت هتمشي ازاي؟ من ايه تروح لبي، بي لما الاقيها مش رايحه لاسمه بيعديها اكنه ما شافهاش، يعني اكنها بس اكنه بقى سلك بيعديها، فلسه مكتوب عليها ان هي رايحه لسي. سي لو استقبلها
ولقاها انها باسم يبدا ياخدها ليه. يعني عيبها بس كانت ايه؟ عيبها بس ان كانت الطريقه دي فيها شويه لف ودوران. معلش تاني كده، اللف ودوران ازاي؟ طريقه الرينج توبولوجي كانت فكرتها قايمه على ايه؟ الفكره بتاعتها ان احنا لو عندنا مثلا جهاز 2 3 4 25 26 30 50 جهاز، تحط لك اجهزه كتير. الجهاز رقم واحد عشان يوصل لجهاز رقم 25 واحنا شغالين بطريقه توصيل الرينج، عشان واحد يوصل ل 25 هيمشي الداتا كده. وبعدين اللي بعده يلاقيها مش ليه يباديها كده. اللي بعده مش لاقيها ليه. تقعد تلف وتدور لحد ما توصل لجهاز رقم 25، يعني لو عندك 50 جهاز عايز اوصل لجهاز منهم في النص هلف وادور كتير. فده عيب من عيوب الطريقه دي بس. يعني ايام زمان، ايام ايه؟ ايام الستينات السبعينات، ما كانش في طرق ثانيه، هي كانت دي الطرق المتاحه ساعتها. ده اي بي ام، شركه اي بي ام اللي عملتها. طيب ولقوا ان في مشكله كمان، احنا محتاجه كروت كتير. ليه محتاجين كروت كتير؟ عشان خاطر كل جهاز بيبقى فيه كارتين، كل جهاز فيه كارتين. فاحنا المفروض يعني ان العادي نخلي يا ريت لو كل جهاز يبقى فيه كارت عشان ما نكترش الكروت، بس هي ما تنفعش تشتغل غير لازم كارت 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 ان كارت اوت وهكذا. دي سيركتس عباره عن دوائر بتاخد الونز والزيروز اللي بتبقى جايه من الكمبيوتر، من الداتا بتاعت الكمبيوتر، وتحولها لكهرباء بس. ده دورها، يعني دورها ان هي تحول الوحيد والاصفار لكهرباء بس. بيسموها نتورك انترفيس كارد. يعني ايه بقى نتورك انترفيس كارد؟ الكروت التي تواجه الشبكه هي اللي هتخلي في الاخر تبعت سميل، تبعت فويس، تبعت فيديو، هي اللي تخليك تعرف تواجه الشبكه. وانا اواجه الشبكه ازاي؟ انا اوحد المأمن. يعني ايه اوحد المأمن؟ اخلي كل حاجه تتحول لكهرباء. فهو الكارت ده اللي بيحول في الاخر اي معلومه بتديله لكهرباء. هندرس على فكره كل الكروت بتتعمل ايه؟ اللي هو الان اي سي، ما هو الان اي سي. طب احنا هندرس حتى الان اي سي بانواعه كلها، بسرعاته، بمسافاته، بيعمل ايه، بدوائره الموجوده دي فيها ايه كسوفت وير او هارد وير. ناخدها في الكورس. عندنا محاضره كامله عن النتورك انترفيس كودز ان اي سي. طيب فالقصد ان لقوا الرينج توبولوجي عشان جهاز يوصل لجهاز، ببعت اللي جنبي لو مش ليه الداتا دي بيعديها اللي بعديه، ففيها لف ودوران. المهم ايه اللي حصل؟ مصري، لك ان تفخر اذا كنت تحمل جنسيه مصريه، هو اللي عدل الرينج توبولوجي وعمل طريقه توصيل تعتبر هي التطوير بتاعت الرينج، اسمها طريقه المش توبولوجي. ايه فكره المش توبولوجي؟ كان هدفه انه يعالج اللف والدوران. معالج اللف ودوران ده ازاي؟ ان انا اخلي مفيش لف ودوران، يعني اخلي الطريقه دي مش لف ودوران. افتكر انت حتى كده ان هي اسمها مش توبولوجي، هي مش بتعمل لف ودوران. ازاي يعني؟ يعني لو عندك كمبيوتر 2 3 4 4 ديفايسز، طب ازاي اخليهم ما يلفوش ويدوروا عشان يوصلوا لبعض؟ اوصل كابل مباشر ما بين كل واحد والباقيين. اوصل كابل مباشر ما بين كل واحد والباقيين. اوصل كابل مباشر ما بين كل واحد والباقيين. يعني ايه مش توبولوجي؟ ان كله يبقى متصل بكله بكل الطرق الممكنه. ماشي، بس ده انت جيت تظبط الكفه بتاعت اللف ودوران بالمصري، بس بوظت كفه الكروت. لان محتاجين كروت اكتر بكتير. ازاي يعني محتاجين كروت اكتر بكتير؟ يعني اصبحنا بدل ما احنا كنا محتاجين كارتين بس في كل جهاز، احنا محتاجين كروت بعدد الاجهزه الثانيه. يعني لو انا واحد ومعايا ثلاثه احتاج ثلاث كروت، لو انا واحد معايا اربعه احتاج اربع كروت. وعدد الكابلات كمان كتير، بقى في قانون اصلا لعدد الكابلات، number of cables بيساوي n في n ناقص واحد على 2. ايه n دي؟ حيث ان n هي عدد الاجهزه. يعني عايز تحسب عدد الكابلات اللي انت محتاجها، اعمل الحركه دي. احسبها ازاي؟ عدد الاجهزه كام؟ اربعه. اترحل العدد بتاعهم من واحد، اربعه ناقص ثلاثه، واحد بثلاثه، اقسم على اثنين، يطلع في الاخر اربعه في ثلاثه ب 12 على اثنين بسته. فين سته دي؟ كابل واحد، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. ثاني معلش. يعني لو عايزين نوصل مش توبولوجي، عندنا جهاز اثنين ثلاثه اربعه خمسة، خمس أجهزة. طيب تعالى نحسب الأول القانون ونشوف فعلا القانون زي الحقيقة ولا لا. إن لو عندنا number of cables بيساوي إن اللي هي عدد الأجهزة خمسة، فعددها ناقص واحد أربعة على الاثنين، خمسة في أربعة وعشرين على الاثنين يبقى 10. تعالى أثبت لك إن فعلا يطلعوا 10 كابلات. فين؟ الكابل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ده كده بقى كونكتد بكله. الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. فعلا 10 كابلات كده اسمها مش توبولوجي. يعني مش كله يوصل بكل، بس دي كروت اكتر بكتير طبعا.
انت لو عايز تحسب كمان عدد الكروت number of cards اللي هنحتاجها لو اشتغلنا مش توبولوجي n في n ناقص واحد ازاي؟ عدد الكروت دبل عدد الكابلات. اسمعنا يعني ما بص كل كابل بيبقى فيه كارت على يمين وفي كارت على شمال، يبقى كده كل كابل محتاج كارت يمين وكارت شمال، محتاج كارتين، كل كارتين في كابل وصل ما بينهم، فعدد الكروت ضعف عدد الكابلات، فان ناقص واحد ان في ان ناقص واحد يعني يطلع كام؟ 20 كارت زي 20 كارت. بص اهو كارت 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 كارت عشان اربط خمس بس اجهزه ببعض، و10 كابلات عشان اربط ال 20 كارت، ما هم 20 كارت كل كارتين محتاجين كابل، ف 20 كارت يبقى 10 كابلات. كتير كتير ليه؟ انا بكلمك في ارقام بسيطه 4 و5 ولا كلمتك في 100 ولا في 200. وعشان كده مصري ده كان غلطان في طريقه التوصيل، واللي صلح غلطته مصري زيه دكتور ربنا يمسيه بالخير لسه عايش اسمه دكتور محمود الدكش. مين الدكتور محمود الدكش؟ دكتور عاش في امريكا ودرس في امريكا وظبط كل حياته في امريكا، فعرف يخترع اختراعات حلوه في امريكا. عمل ايه؟ قال لك لا 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 ده هبد اللي عمله الدكتور اللي قبلي ده، انا هعمل طريقه ما فيهاش لف ودوران ما فيهاش كروت. ازاي؟ عمل طريقه فيها لو جهاز ايه يبقى فيه كارت واحد وكابل واحد، اهو ده اقل القليل، ان كل جهاز يبقى فيه كارت مش اربع كروت، كابل مش اربع كابلات، كل جهاز في كارت وفي كابل، كل جهاز يبقى في كارت وفي كابل. حلو. طب وبعدين دول يوصلوا مع بعض ازاي من غير لف ودوران؟ اربطهم على كابل رئيسي، بيسمي الكابل الرئيسي ده الباص، يعني كانه بالظبط ايه عباره عن المسار اتوبيس. بمعنى يوم ما نحب نزود اجهزه في الشبكه هنعمل ايه؟ بدل ما هزود جهاز اجيب له كروت وكابلات كتير، لا ده انا كل هعمله بس جهاز في الشبكه اخليه يتشعبط في الباص، يعني اخليه بس يتشعبط في الاتوبيس، يعني يتشعبط في الباص اعمل له كارت بكابل والحمه في الباص، كارت بكابل والحمه، كارت بكابل واعمل له كونكشن بتوصيله اروح لحمه في الكابل الرئيسي، وسمى طريقه التوصيل دي الباص. طيب وهي فعلا طريقه التوصيل الباص دي ما فيهاش لف ودوران؟ تشوف لما جهاز يحب يبعت حاجه لسي المبعوث ده عباره عن كهرباء، لقى كابل بينتشر الكهرباء في الكابل، الكترونات بتنتشر في الكابل، سميها بالانجليزي بتروباجيت، تنتشر. لقيت كابل تطلع، لقيت كابل تطلع، لقيت كابل بتطلع. فالحاجه بتتبعت من واحد، اي واحد بيسن، والباقي كله بيعمل ايه؟ والباقي كله بيرسيف، الباقي كله تلاقيه بيستقبل. فالداتا هتوصل لكل في نفس الوقت، ومنهم اللي انا عايزه. فيعمل اللي انا عايزه؟ يشوف الداتا. طب ولو انا ما كنتش عايزه اكلمه اصلا؟ عرف كان ايام زمان مش لسه لا هاكينج ولا غيره، عرف ان اللي شايف ان الداتا دي مش ليه ما يفتحهاش، ما يبص فيش، ما يبصش فيها، يعني جواب بتاع البنك مش مكتوب باسمك ما تفتحوش، لكن لو جواب مكتوب باسمك ده جوابك رقم حسابك افتحه بص عليه براحتك. وعليه في الباص توبولوجي اللي اخترعها دكتور محمود الدكش المصري، ان لما واحد يبعت داتا تمشي في الباص في الكابل الرئيسي تنتشر لكل الاجهزه، فتقدر ان هي توصل. وساعتها استفدنا في ايه؟ عالجت كل اللي فات. عارف عالجت اللي فات ازاي؟ ان طريقه الباص تسمح بوجود اكتر من جهازين. ليه؟ البوينت تو بوينت هم جهازين بس بكابل، جيت ازود جهاز ثالث هوصله فين؟ لكن الباص بتسمح ان كل ما احب ازود جهاز اخليه يتشعبط في الباص. اثنين ما فيهاش لف ودوران، ما فيهاش العيب بتاع الطريقه دي، في ما فيهاش لف ودوران، وانا مجرد ما ببعت الحاجه بسرعه الالكترون بتوصل لكل اللي موجودين ومنهم اللي انا عايزه، فمش بقعد الف ودور عشان اوصل اللي انا عايزه. ما فيهاش كروت كتير ولا كابلات كتير، فين؟ دي كان فعلا محتاجه كروت كتير وكابلات كتير عشان اوصل كله ببعض، هو كل واحد فيهم بكارت وكابل واحد. بس فيها عيب. مش معنى فيها عيب؟ ما انا في البدايه بس بتاعت السبورت دي قلت لك ان هم خمس طرق، واللي شغاله بنسبه اكبر هي الطريقه الخامسه، ان كل ده كان تمهيد اساسا عشان نوصل للطريقه اللي بنستخدم. بس حبيت احكي لك ايه بشكل تاريخي كده، ان بداوا بطريقه التوصيل ما بين الاجهزه بكابل، بعدين عملوها برينج، بعد كده عملوا حاجه اسمها المش، بعد كده عملوها بص واكتشفوا ان في بص. ايه العيب؟ ان كله شغال على مشترك واحد، بص ده كانه مشترك. اثنين لو بعتوا كهرباء في نفس الوقت الكهرباء بتحصل لها ميكس بيسموها انترفيرنس، بيسموها كوليجن. يعني ايه كوليجن؟ ان الكهرباء دي وكهرباء دي دخلت في بعض. وايه المشكله؟ لا طبعا لو واحد بيبعت ملف والثاني بيبعت ملف والنات والزيروهات دخلت في ونات وزيروهات، ما ده هيخلي الناتج حاجه انبريدكتبل، حاجه غير متوقعه. فعشان كده عيب البص في ايه؟ انه كابل لا يفقه شيء. ماله؟ ما يعرفش ينظم المرور. طب وايه الحل؟ الحل عمل واحد للاسف امريكاني، يعني اللي قفل القصه في الاخر ايه؟ عمل كش ملك
واحد امريكاني للاسف مش واحد مصري. عمل ايه بقى الامريكاني؟ قال لك بس حلوه الطريقه دي بس عدلها، ان بدل ما الاجهزه توصل على كابل، يعني بدل ما البص يبقى على كابل، اخلي اللي في النص بدل ما كابل جهاز عقل، جهاز في النص كده كلهم يوصلوا عليه، يكون الجهاز ده سنترلايزد. بمعنى ايه سنترلايزد؟ حاجه في النص. طب معلش يعني ايه سنترلايزد ديفايس؟ يعني من الاخر يكون الجهاز اللي في النص ده انترميديت ديفايس. وعلى فكره دي كانت اول مره يبدا يظهر حاجه اسمها انترميديت ديفايسز، اللي هي هب يتحط في النص، سويتش يتحط في النص، راوتر يتحط في النص، كانت اول مره تظهر حاجه تتحط في النص. طب ايه الهدف؟ ينظم المرور. يعني ينظم المرور يعني السويتش فعلا لما ندرسه، لو ايه عايز يكلم سي خليهم يكلموا بعض، في نفس الوقت لو بي بيكلم دي خليهم يكلموا بعض ومفيش تصادم هيحصل ما بينهم. فكل جهاز بقى بكارت واحد، بقى بكابل واحد، ومفيش لف ودوران، وفي نفس الوقت مش هيحصل مشكله التصادم اللي كانت بتحصل بسبب بس. فطبعا لسه هندرس الحاجات دي بالتفصيل، بس كل اللي عايزك تعرفه النهارده مسميات. في حاجه اسمها هب، اسمها بس، اسمها بوينت تو بوينت، اسمها مش مجرد مسميات. ولسه مع المحاضره الجايه واللي بعديها نشرح تفاصيل اكتر. امال الطريقه التوصيل دي اسمها ايه؟ ان احنا نحط انترميديت ديفايس، طريقه اسمها الستار توبولوجي. بمعنى ايه الستار توبولوجي؟ ان وجود حاجه مركزيه كده في النص كانه زي نجم، هو اللي من خلال الشعاع بتاعه كله بيشوف بعض، ان هو نجم في النص هو اللي المسؤول يوصل ده بده. فالنجم ده طول ما هو منور طول ما دول يعرفوا يوصلوا لبعض، عشان كده سموها الستار توبولوجي، ان هي حاجه كده في النص. اولئك تلك المفاجات. من ساعه ما الامريكان اخترعوا الستار توبولوجي بدا يتم اختراع انترميديت ديفايسز، وبدات سيسكو يبقى ليها وجود في الحياه. يعني لحد دول كانش لسه سيسكو تم اختراعها. ليه؟ سيسكو في الاساس جت عشان خاطر تعمل ايه؟ تصنع انترميديت ديفايسز. في الشبكات كانت موجوده من قبل سيسكو، سيسكو يعني جت كان في حاجه اسمها شبكات، بس الشبكات كلها ايه؟ من غير انترميديت ديفايسز. امال ايه الشبكات؟ اند وكونكتيفيتي. احنا قلنا ان الشبكات ثلاثه كومبوننت، اند وانترميديت، ما كانش فيه انترميديت، كونكتيفيتي. فاند وكونكتيفيتي، اند وكونكتيفيتي، اند وكونكتيفيتي. لما اخترعوا الستار توبولوجي فقالوا لا احنا عايزين اند وانترميديت ديفايس وكونكتيفيتي. سيسكو قالت لك بس تعالى بقى، واحد اسمه رينر وواحد اسمها ساندي مراته قالت لك بس احنا هنفتح شركه ونصنع بقى الاجهزه اللي في النص دي. طبعا ما حدش كان متخيل ساعتها ان هم هيكسبوا. يعني واحد يقول لك يعني انت جيت تعمل بتاع اللي في النص اللي ملهاش لازمه؟ ليه ملهاش لازمه؟ ما الدنيا كانت شغاله من غيرها يا عمي في الاول. اللي انت فاكره ملوش لازمه بقى دلوقتي بيكسبهم 60 مليار دولار. ليه؟ بس وثقوا في نفسه. هنعمل الجهاز ده يا عم ملوش لازمه محدش يشتريه، عم نجرب احنا هنخسر ايه؟ عملوا سويتشات وعملوا بريتشات وعملوا هبط وعملوا راوترات وعملوا فايرولز، واللعبه مشيت معاهم زي الفل، وبقوا اكتر شركه في المجال بتعمل ارباح. بس امنوا بنفسهم، امنوا بالفكره اللي قالت ملهاش لازمه. لا هي ملهاش لازمه عند الناس اللي بتحبطك، بس ممكن تبقى ليها لازمه عندك انت. المهم انك انت فكرت في حاجه جديده يا اخي. يعني دي في حد ذاتها اي حاجه جديده اكيد هتبقى بتريح البشر، اكيد البشر هيحتاجوها منك. طالما البشر احتاجها منك هتلاقيك انك انت بتعرف تكسب من وراها بشكل جيد. طيب عايزك تاخد صوره لتلك السبوره، ولو حبيتوا اشرحها لكم بعد ما نخلص هطرح اشرحها لكم ثاني. لو عارف انتوا ممكن تكون عندكم باك جراوند شويه من الشبكات، بالنسبه لكم مش صعبه، بس يعني لو حبيتوا بقول لكم عليها اي حاجه انا معاكم، بس نحكي لهم اخر فقره ثم نقفل المحاضره. لو حد محتاج اي حاجه انا معاك، لو في سؤال سريع انا معاك طبعا فيه قول لي. دكتور محمود الدكش اكتب لك اسمه هندسه. انا سعيد ان انت سالت على اسم دكتور دكش ده يا حبيبي. انا هعمل له صفحه مخصوص على الفيسبوك الدكش. بس خبك لما تعمل سيرش اول دكش هيطلع لك تاجر مخدرات، ده مش تبعنا. حلو الكلام. فلازم اللي بيطلع في الاول ايه؟ حد عمل جريمه دكش. انا عارف حد عمل جريمه، لكن هتلاقي بقى ايه ثالث بحث او رابع بحث كده في جوجل يقول لك دكش اوف امريكا. فانت سيرش على، بقول لك سيرش في جوجل امريكا على طول، يعني بلاش جوجل مصر، جوجل امريكا على طول يطلع لك الدكش بتاعنا. الدكش الثاني ما تشوفش في جوجل مصر يطلع لك انا دكش بتاع سوهاج تاجر مخدرات. عندنا في دكش او انا. طب هناك في اي حته؟ اوبا تمام. انت كده وصلت كده وصلت. ايه ده؟ قول لي ليه ضعف عدد الاجهزه؟ ليه ضعف عدد الاجهزه؟ لا الكروت مش ضعف عدد الاجهزه، الكروت ضعف عدد الكابلات. صح. لا ضعف عدد الكروت كتير. ده الكروت دي في الرينج قصدك. بص يا سيدي، كل جهاز محتاج كارتين، يبقى عدد الكروت في الرينج ضعف عدد الاجهزه فعلا. انا لو عندي جهاز محتاج كارتين، لو جهازين
محتاج اربع كروت في الرينج دي. اه تمام. لا دي يعني في الرينج توبولوجي ليه كروت كتير؟ عشان محتاج كروت بضعف عدد الاجهزه. بصوا في حته بقى هنشرحها لسه، احنا بنعمل ريفيجن المره الجايه، اللي هي الفرق ما بين الهاب والسويتش. انا مش هشرحها النهارده عشان برضو المجموعات صح ما شرحتهمش، فالناس لو حتى بيشاهدونا اونلاين معلش النقطتين دول كده كده يعني ما كانوش في شرح النهارده، يعني حاسبهم وانا براجع المره الجايه على اهم النقط دي، بحيث ايه ادخلك الفرق ما بين الهاب والسويتش. اللي كان المفروض يعني كان مكانها في الملزمه ان الانترميديت ديفايسز زي مين؟ زي هاب، زي سويتش، زي راوتر. كان يعني مثال كنت حابب اقوله بس هخليه مع المره الجايه، عشان في اول سبوره المره الجايه بنحكيه. قول لي هندسه، حاجه اسمها نتورك انترفيس كارد، زي كارت الواي فاي. يعني الواي فاي موبايلك في كارت اسمه كارت واي فاي، في كارت ثاني اسمه 4G. تعمل الكروت دي، تاخد الداتا تبدا تخرجها من الجهاز بتاعك. تخرجها على شكل ايه؟ لو وايرلس على شكل ويف، لو وايرد على شكل فولتات. بس اسمه نتورك. الموجود في البلاي ستيشن، موجود في التلفزيونات الجديده، الموجود في الكمبيوتر، يعني لو معاك لابتوب او كمبيوتر تلاقي في بورت كده ار جي. البورت دي بتبقى راكبه من جوه لو فتحت بقى اللابتوب على كارت. فالقصد هو حاجه زي الكارت ده كده. وليه هندسه اموري؟ مظبوط، كارتين لكل ديفايس. اه لا اصل هو باشمهندس كان لقى حاجه مكتوبه في الملزمه بتقول ايه؟ ان في الرينج كروت كتيره ضعف عدد الاجهزه، مش ضعف عدد الكابلات. يعني دي ضعف عدد الكابلات فعلا، لكن دي ضعف عدد الاجهزه. يعني ايه؟ جهاز محتاج كارتين، يبقى جهازين هيحتاجوا اربعه، يبقى ست ثلاث اجهزه يحتاجوا ست. صح كلام صح، لكن الموضوع بيكبر اكتر، ان ده عدد الاجهزه فعددهم ناقص واحد ده عدد الكروت، فالمعادله بتضرب في رقم اكبر بكتير. يعني في الاخر هم خمس اجهزه ما احتاجوش الضعف، محتاجوا اربع اضعاف. لو بقوا ست اجهزه محتاجوا اكتر من كده. ده اسمه كارت نتورك انترفيس كارد، نيك نتورك انترفيس كارد، لسه هناخده بالتفصيل، ليه محاضره لوحده مخصوص. ده الكارت من الكروت اللي بتركب فعلا في الكمبيوترات. بصوا يعني لو الكارت اللي بيركب في الكمبيوتر بالظبط، استكرت هيركب في راوتر. يعني لما نتكلم قدام هيركب في راوتر. اللي بيركب في كمبيوتر فين فين فين؟ ده الكارت، ده الكارت بيركب في البلاي ستيشن في الكمبيوتر، فالدوائر بتاعته بتاخد الداتا وتبدا تخرج على شكل كهرباء. فده الكارت اللي بيركب هنا، ده الكارت اللي بيركب هنا، الكارت بيركب كده، الكارت بيركب كده. دلوقتي بقى لما عملوا الستارت توبولوجي عملوا الكارت يبقى بالدايرتين، دايره الترانسميت، لا دي ترانسميت، ودايره ريسيف. يعني دايما بوصلها يعني معروفه بالنسبه لنا، اللي على الشمال دايما ترانسميت واللي على اليمين دايما ريسيف، فدي ترانسميت ودي ريسيف. وهندرس الحاجات دي بتفصيل، يعني هندرس موضوع اللي على الشمال دايما لما نشوف دايره اللي على الشمال ايه واللي على اليمين ايه، ان احنا لسه هنقرش كابلات وندخلها في الكارت. فطريشه الكابلات دي ليها ترتيبه الوان، يعني السلك اللي بيركب ليه الوان، فايه الالوان اللي تركب على الترانسميت، الى كان الالوان تركب على الريسيف، بتيجي عليها اسئله في الامتحانات وفي الانترفيوهات. هنوصل لها ان شاء الله، الليفل بتاعنا بعمق هيخش في تفاصيل الكابل والكروت والحاجات دي. طيب قول لي على ايه التقريش؟ اه طبعا في عندنا محاضره الخامسه سته نتكلم فيها عن التقريش والار جي، وحاجه اسمها كابل ستريت، وحاجه اسمها كابل كروس، ففي تقريشات كده كتير يعني. طيب النقطة الأخيرة في محاضرة اليوم، ولو في حاجة في أي نقطة فاتت هبقى معاك بعد ما نخلصها، أنواع الشبكات النتورك تايبس. اطلع عن إيه أنواع الشبكات؟ هيطلع عن الشبكات اللي اتكلمنا عليها النهاردة، مالها؟ في منها سمول، في منها ميديوم، وفي منها لارج. تعالى نشوف. طيب لو هنتكلم في البورد الاخيره بتاعتنا اربعه لاست وتبقى خلصت، عايزين نتكلم لو اي بي نتورك الانواع بتاعتها زي ما قلت لحضرتك سمول، بس في مصطلحاتنا احنا بقى كمهندسين شبكات ما بنقولش سمول، بنقول عليها لان. يعني مصطلحاتنا كمهندسين شبكات، معلش ما هو زي ما الصيادله ليهم مصطلحاتهم والدكاتره ليهم مصطلحاتهم، لو اتكلموا مع بعض احنا مش هنفهمهم.
احنا عايزين كمان نتكلم انا وانت مع بعض قدامهم وبرضه نعقدهم، يعني ايه اتكلم انا وانت مع بعض اقول لك هنعمل ايه في اللان والمان والوان المتروبوليتان اريا نتورك بتاعتنا، فتلاقي برضه ايه انت عقد زي ما هو بيقعد يقول لنا برضه مصطلحات تعقدنا، فهيطلع ان المهندسين الشبكات في مصطلحات خاصه بيهم زي لوكال اريا نتورك، دي شبكه في مساحه في اريا صغنطوطه سمول نتورك. طيب وفي حاجه اسمها المان ميديوم اريا نتورك او متروبوليتان اريا نتورك. طب معلش يعني ايه متروبوليتان؟ يعني عاصميه مساحتها ممكن تغطي عاصمه مدينه يعني. امال اللوكال محليه. طب محليه يعني تغطي تغطي مبنى تغطي شركه تغطي جامعه تغطي حاجه خاصه بيك يعني حاجه واحده مش مجرد مدينه كامله. طيب في وان دي اللارج وايد اريا نتورك ودي تطلع دي انها ممكن تغطي ان شاء الله حدود العالم كله، يعني ان شاء الله تبقى زي الانترنت كده حدود العالم كله. طيب كتعريفات ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ اللوكال اريا نتورك هي عباره عن نتورك، معلش افكرك باول المحاضره النهارده بقى، نتورك ان هي عباره عن جروب اوف كومبوننتس. مالها كومبوننتس دي؟ ذات ار لا كومبوننتس بمعنى ايه بقى؟ كمبيوترز مع الراوترات والسويتشات برضو كمان، يعني اند ديفايسز وانترميديت ديفايسز. كلمه كومبوننتس اوقع معلش صلحها لو برضو ايه فيها حاجه مش صح. It is group of components that are connected together. بمعنى ايه connected together؟ ان هي بتتربط مع بعض بالطرق اللي كانت في السبوره اللي فاتت. بس مالهم بقى؟ within a local area. وايه المقصود بكلمه local area؟ ان هم يتربطوا في منطقه محليه. معلش مقصود برضه ايه يعني بمنطقه محليه؟ ان تكون منطقه نسميها كده تحت السيطره. هوضح لك يعني ايه؟ منطقه تكون مالها؟ ملكيه خاصه. طب معلش يعني ايه برضو؟ الاخر تكون مكان متحوط بسور وكل اللي جوه السور ملكيه ليك انت، ملكيه لشبكتك انت، ملكيه لشركتك انت، مفيش حد من الدوله شريك معاك فيها. يعني مثلا لو هنعمل شبكه هنا في المكان، انا في حيطان مقفله المكان بتاعنا وملكيه مثلا ليا، خلاص دي تعتبر اسمها لان، ملكيه محليه. عملنا في العماره كلها عادي ملكيه العماره كلها، يعني ملكيه لاداره العماره نفسها، فدي تعتبر اسمها لان. لكن نيجي نربط العماره دي بالعماره اللي جنبنا، فلو بصيت كده هتلاقي ما بيننا بالعماره الجميله في شارع. لو مشينا شبر بس متر بس في ارض ملكيه عامه ملك للحكومه تعدي عليها العربيات بشكل بابليك، دي ما تبقاش للاسف اسمها لان. يعني شرط اللان ان يكون كل حاجه جواها متحوطه بسور، ما فيش شبر في ارض ملكيه عامه. يعني مثلا المول، لا المول ده لان، ازاي المول ده لان؟ كام علان؟ ازاي المول ده لان؟ المول في الاخر هتلاقي سيتي ستارز متقفل حواليه بسور، وكل الارض اللي جوه ملكيه للمؤسسين والمستثمرين بتوع سيتي ستارز. طيب بس سيتي ستارز دي شبكه كبيره، ما حدش جاب سيره كبيره كعدد. ازاي؟ يعني احنا بنقول كبيره بس السور صغيره بس متقفل حواليها تبقى اسمها لان، لكن ما جبناش سيره العدد. عارف سيتي ستارز فيها كام جهاز؟ 300,000 جهاز. ازاي؟ فين دول؟ انا كنت لسه من فتره بدي كورس ل الناس اللي شغاله في شركه اسمها ستار كوم. شركه ستار كوم دي هي الشركه اللي ماسكه شبكه سيتي ستارز، هم هناك قاعدين اصلا 24 ساعه شفتات، اي مشكله تحصل في الشبكه هم اللي مسؤولين عنها. يقولوا لي عندهم 300,000 جهاز. قلت لهم ازاي يعني؟ قال لي كاميرات المراقبه ده حاجه، عدد الاي بي فونز عدد التليفونات السيسكو موجوده في كل محل لازم، الكاشيرات كلها مربوطه بالنتورك دي تبع العدد، عندهم السينمات كل الاجهزه بتاعت السينما عشان تحجز السينما برضو تابع على الاجهزه المعدوده، عندهم سينما اسمها الدي بوكس، السينما دي فيها كراسي تتحرك، كل كرسي عباره عن جهاز كمبيوتر عشان خاطر بياخد الاوامر من الشاشه والحركه، وفاست اند فيوريوس يتقلب العربيه كرسي يروح مايل بيك وحاجات زي كده، كل ده كل واحد من دول عباره عن جهاز. الملاهي بتاعت الاطفال، كل جهاز في ملاهي الاطفال بيتحط له كارت، يعني الاب يشتري كارت ويشحنه بفلوس وبعدين الولد الصغير يجي يركب يروح حاطط الكارت، الكارت فيه فلوس الولد هيلعب، الكارت ما فيش فلوس الولد مش هيلعب. طب مين الجهاز ده بيعرف؟ ثرو نتورك، يعني كل جهاز واصل بنتورك، يعني لو بصيت على جهاز تلاقيه من ورا واصل بكابل وكارت وكلام من ده وابلكيشن معموله بحيث في فلوس في الكارت هنلعب الولد، ما فيش فلوس ما فيش لعب هنا. طيب فكل دول عباره عن اجهزه كتير قوي، 300,000 جهاز. مول اوف ايجيبت 6 اكتوبر 700,000 جهاز، يعني كان برضو ناس واخده معايا الكورس كانوا برضه عاملين الشبكه هناك، واحنا عندنا 700,000 جهاز، طبعا اعداد رهيبه من الاجهزه جوه مكان واحد بس عشان متقفل بسور فاسمها لان. طيب مثال اخر، الجامعه الامريكيه فين دي؟
في التجمع دلوقتي ليهم مقر. لو رحت يمكن كل الجامعه الامريكيه متقفله بسور، طالما الارض اللي جوه تبع اداره الجامعه الامريكيه فدي كده اسمها لامك. ايوه يا باشمهندس بس دي اجهزه كتير وماله. ايوه بس دي مباني كتيره وماله، مش كلهم في سور واحد وتبع الجامعه الامريكيه؟ لا. طب ده المسافه ما بين المبنى والمبنى هناك كيلو ساعات اكتر، ملهاش دعوه طالما في الاخر كله جوه نفس الارض، فدي ساعتها تعتبر برضو اسمها لان. بمعنى كل دي اسمها اللان بتاعت الجامعه الأمريكية. يعني الكامبوس بتاع الجامعه الامريكيه بالنسبه لنا احنا كشبكات اسمه لان. ماشي، بس ينفع اوصل تجمع بفرع التحرير؟ الجامعه الامريكيه فعلا عندها مقر تاني في التحرير، والمباني اللي هناك برضو كتير. اه ماشي، بس دي كده لان تانيه. يعني ايه لان تانيه؟ دي طالما متقفله بسور لان، ودي طالما سور تاني تبقى لان تانيه. ولو حاولت توصل ما بينهم ده كده خرجت شبر متر في ارض الحكومه، ارض ملكيه عامه، اصبحتش كده اسمها لان. امال ايه؟ كده انت خرجت عن السيطره، عن الملكيه الخاصه. امال اصبحت دي ايه؟ اصبحت اسمها جروب اوف لاندز. وايه هي بقى جروب اوف لاندز؟ ساعات ممكن نسميها مان، وممكن ساعات نسميها وان. يعني ايه برضو؟ يعني تاني كده الشرح. لو عندك جروب اوف لاندز فين؟ الأكاديمية البحرية عندهم لان في مقرهم في شيراتون، وعندهم لان في مقرهم في اسكندرية، يعني شيراتون واسكندرية. طب ما دي كده لان برضو 1 في مساكن شيراتون، ودي لان 2 في أبو قير في اسكندرية. طيب ما هو لانين وهنمشي مسافة في أرض ملكية عامة، تبقى اسمها جروب اوف لاندز. بس في الحقيقة بقى لو جروب اوف لاندز within يعني جوه نفس المحافظة، جوه نفس المدينة، ده البعد الجغرافي، ده كلمة عاصمية، ونفس العاصمة ونفس المدينة، دي ساعتها بنعتبرها من. أما لو كانت الجروب اوف لاندز بتوين سيتيز زي الأكاديمية البحرية، ازاي بتوين سيتيز؟ القاهرة واسكندرية. بتوين كونتريز، لو عندي بنك ليه فرع في القاهرة وفرع في مصر وفرع في ليبيا، ما دول الكونتريز. لو عندي بنك في فرع في مصر وفرع تاني في أمريكا، دول قارتين continents. بمعنى لو عندي لان في سيتي ولان في سيتي تانية، لان في كونتري ولان في كونتري تانية، لان في كونتيننت قارة ولان في قارة تانية، أو دول بقوا مجموعة لانات تتسمى في الآخر وان، فالوان وايد كبيرة لدرجة إن هي ممكن تغطي continents قارات. وشرط رئيسي في أي دولة في العالم سياسة عامة، ممنوع إنك أنت اللي تمد الكابلات اللي في النص بنفسك، تعرض نفسك لحبس. يعني ما تجيش انت تشتغل في الجامعه الامريكيه، في راحتك بقى الجامعه الامريكيه وهقبض بدولار، انا اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ماشي، تروح عامل لهم اللان، تروح عامل لهم اللان وتروح جايب اصحابك، تعالوا نكسر بقى في الارض عشان نمد الكابل ما بين البتاعتين. حبس يا حبس. طالما هتمشي شبر في ارض الحكومه لازم اللي يكون مسؤول عنها حاجه تابعه للحكومه. ومين اللي تابعين الحكومه؟ شركات اسمها شركات الاتصالات، شركات السيرفيس بروفايدر. بمعنى لازم طالما بقينا اكتر من لان يخش في النص سيرفيس بروفايدر. زي مين؟ زي شركه وي انتربرايز. المره دي ليه؟ دي شبكه خاصه ما بين مين ومين؟ جامعه الامريكيه وفروعها، مش عايزين نطلع الانترنت، عايزين بس نربط الفرعين مع بعض. او شركه اسمها نور، مالها طالما جوه مصر دي شركات محليه. طب ولو اللام في مصر ولام في حته ثانيه، لازم برضو في النص قانون دولي يكون في سيرفيس بروفايدر، هو اللي بيجيب التصاريح، هو المسؤول عن الحفر، هو المسؤول ان هو يرجع الاسفلت زي ما هو كان. لو كسرت مواسير هو المسؤول عنها، ان انت لو كسرت حاجه لازم تتحبس، يعني مش حاجه منطقيه. لكن هم لو كسروا حاجه هيبدا يعمل عليه بس غرامه وخلاص، مخالفه وقصه تخص على كده. لازم يكون في سيرفيس بروفايدر، بس المره دي بقى سيرفيس بروفايدر دولي. زي مين؟ لسه حاكين عنه، اورنج بزنس سيرفيس ما بين بلدين. مين؟ فودافون انترناشونال سيرفيس. مين؟ AT&T NCR. دول مين كلهم؟ دول الشركات اللي عندها في كذا حته في العالم تقدر تربط لك الفروع ببعض. كيبلز طبعا، في وايرلس وفي واير، هيطلع يعني في كوبر كيبلز وفي فايبر كيبلز وفي وايرلس طبعا، هو الاسهل الوايرلس. لا كابلات، اغلب الشغل بيبقى بكابلات وفايبر كتير دلوقتي. خلاص بقى العادي ان هم بيشيلوا اي كابل نحاس يرموه يحطوا مكانه كابل فايبر. كابلات الفايبر بقت موجوده كتير دلوقتي تحت الارض وما بين البحار والمحيطات، موجوده فيها كتير قوي. ايه ده؟ احسن بكتير واسرع بكتير، وتشيل عملاء كتير على نفس الكابل كمان. طيب كده يبقى معنى الكلام ان مجموعه اللانات لو ما بينهم مسافه بعيده توصل لمدن ولا دول ولا قارات اسمها وان، جوه نفس المدينه اسمها مان، لكن جوه نفس المبنى بتاعك فدي هي لان واحده بس. طيب قول لي مين اكبر وان تروح؟
اكبر وان عشان تروح، يعني لو عايز تروح قول لي بس اكبر وان، يعني اقفل المحاضره مين ذا بيجست وان. صح، اطلع ان اكبر وان يعني ايه وان تاني؟ مجموعه لانات، اكبر مجموعه لانات في العالم متجمعه مع بعض على شبكه واحده هي شبكه الانترنت. اشمعنى الانترنت دي اصلها عباره عن بابليك وان؟ يعني ايه بابليك وان؟ شبكه الانترنت هي عباره عن اللان بتاعتي في البيت، اللان بتاعتي هنا في السنتر، اللان بتاعتك في البيت، مربوطين كلنا عن طريق كذا سيرفيس بروفايدر، شراكه ما بين كذا سيرفيس بروفايدر عشان خاطر في الاخر تكون لك شبكه الانترنت، فلازم تكون تبقى كبير. ثاني اكبر وان بقى، سكند بيجست وان از شركه اورنج بزنس سيرفيس، والشركه دي لها ان تفخر انها يعني تعتبر ثاني اكبر وان، وما هياش انترنت، امال هي ايه؟ برايفت. يعني ايه برايفت؟ شبكه مخصوص بتعب وجد وعرق موظفين او بي اس. يعني انترنت هي شراكه ما بين بروفايدرز العالم كله مع بعض عشان يكونوه كبيره. لازم ان تطلع اورنج هي تاني اكبر شبكه، وهي شبكه مخصوص بس كل حاجتها ملكيه الاورنج، فده فخر الاورنج. مش كده؟ ده اللي ساعات بيحاولوا يقنعوا بيه بقى الناس لما تيجي تتعين في اورنج، يقول لك ايه؟ يقول لك معلش احنا الاتش ار هيكلمك، انت اكسبتد كتكنيكال، احنا موافقين عليك، الاتش ار هيكلمك بس ما تزعلش يعني لو المرتب مش حلو، احنا هنعلمك في الشركه انفايرمنت بتاعتنا حلوه، بعدين احنا تاني اكبر شبكه في العالم، اكبر برايفت وان وتاني اكبر وان، يعني كوانز احنا اثنين بس كبرايفت احنا رقم واحد. بيحاول يقنعك عشان خاطر تشتغل ليه؟ يعني فاكر ان لما هيقول لك الاتش ار 8500 جنيه انت هتبقى زعلان؟ ما اعرفش ان احنا والله حامل ايدين وش وظهر على 6000 حتى على 4500 وموافقين، بس هو شايف ايه؟ شايف ان غيره بيعمل ايه؟ بيدي اكتر، بيدي 12 وغيره بيدي 14، فهو بيحاول يقنعك ايه؟ احنا اكبر شركه في العالم، احنا هنتقل لك السي في، احنا هندربك كويس، احنا انفايرمنت حلوه. يعني انفايرمنت حلوه؟ يعني الناس اللي عندنا بتحط برفان، وانا يا عم مش عايز الناس تحط، انا عايز انا اللي احط برفان، فانا الكلام يعني ايه؟ بس احاول اقنعك بالحاجات دي نقتنع لحد ما ربنا يعدلها في فرصه ثانيه، يعني فرصه بتجيب فرصه. لو عايز تعرف اكتر انا مستنيك يوم السبت القادم في محاضره عالميه عن الاو اس اي موديل والتي سي بي اي موديل. عايز تعرف انا مستنيك المحاضره الجايه ان شاء الله. لو حد عنده استفسار يتفضل، لو حابب يروح يتفضل برضه عشان ما اعطلوش. لا سهله سهله.